مساء الخير مرحبا بكم المشاهدات والمشاهدين الوفيات والاوفياء البرنامج المغرب في اسبوع اللي كتنظموا كل اسبوع مجموعه رؤى متقاطعه الحلقه ديال اليوم غتكون حول موضوع ديال السلطويه التغيير والملكيه قبل ذلك غير توضيح بسيط لانه وجدنا رسائل من طرف مجموعه من الرفيقات والرفاق في الفيدرالية اليسار الديمقراطي حول الحلقه السابقه اللي صدفنا فيها الامينه العامه للحزب الاشتراكي الموحد واعتبروا ان بعض ما ورد في ذلك الحوار من طرف السيده الامينه العامه للحزب الاشتراكي الموحد اعتبروه انه فيه تهجم على الحزب على المشروع ديال الفيدراليه او في عبارات لائقه غير لائقه بالنسبه لهم احنا في البرنامج كنبغيو غير نوضحوا باننا حنايا غير مسؤولين على اي كلام يقوله الضيوف ديالنا وميمكناش نحجروا على الضيوف ديالنا والبرنامج السمه ديالو الاساسيه هي الجراه والابتعاد على لغه الخشب ولكن في نفس الوقت لا نرى مانعا يعني من الاعتذار لكل واحد شاف بانه شي, شي امر مس بالاعتبار المشروع فيدراليه اليسار الديمقراطي وطبعا إحنا منفتحين على اي رد فقط حنا ماشي برنامج صحفي اعلام باش في حقوق الرد لانه الفكره ديال البرنامج هو فتح نقاش عمومي واضح وجريء وكنتمناو من الرفيقات والرفاق في فيدراليه اليسار الديمقراطيه انه يتفهموا هذا الامر وغادي يبقى هذا البرنامج هذا دائما مفتوح امامهم لانهم كنعتبروهم الى جانب فعاليات واحزاب اخرى كنعتبروهم فاعلين اساسيين يحظون بالاحترام والتقدير هذه نقطه اولى النقطه الثانيه مرتبطه بالحدث الاليم اللي وقع هذه المدة من إقدام شاب على حرق نفسه مباشرة والذي توفي بعد أيام رحمه الله ورزق أهله الصبر وسلوان الحادث كان اليم تفاعل معه الجميع للأسف هو أنه حنا تكلمنا بمنطق أنه الوقت اللي كيلتجا المواطن الى ادوات قانونيه كيمشي باش يسجل الشكايه ديالو عند الشرطه وعند النيابه العامه وفي نهايه المطاف كيتم التعامل مع بديك التعامل اللي حكاه ذلك الشخص وكانعتبروا بان هذا الفعل غير مقبول كان بلي انه منابر مقربه من السلطه وتدافع عن اختيارات السلطه كتهاجمنا وكتعتبر بان هذا الامر هذا هو هجوم منظم ومنهج على المؤسسه الامنيه شخصيا كنعتبر بلي ان دي اكبر اساءة المؤسسة الامنية هو هادشي اللي كيكتبوا هاد الناس هادو إلا كان هذا كيتكتب تحت الطلب خصهم يبدلوا هاد الناس هادو اللي كيكتبوا الا هاد الناس هادو كيبادروا من نيتهم لتقدم نيت نيت خدمة لم يطلبها منهم احد خصهم يعرفوا بانهم يسيئون المؤسسه الامنيه لانه كثر اشياء في التعليم كنتقدوها كثر اشياء في القضاء كنتقدوها كثر اشياء في الكره كنتقدوها وبالتالي واش غادي نوليو القداسه نعمموها على جميع الاجهزه ديال ديال الدوله البدايه اليوم مع الاخبار غادي نكون مع امنه ممكن انه مرحبا امنه ممكن تكملي في هذا الموضوع هذا وكذلك عندك الموضوع ديال حملات الاعدامات اللي وقعت في مجموعه ديال الدول في المنطقه مؤخرا تفضلي امنه شكرا خالد اذا فعلا هذا واحد الحدث اللي فزعنا و... وفزع المغاربه أه، واللي كنشوفوا للاسف باللي الدوله بدات كتطبع مع هذا الواقع هذا ديال ديال ديال, ديال،, ديال، انه الفراشه يضربون النار في اجسادهم اللي بغيت نشير له هو انه هاد هادي واحد الشريحه هاد هاد اجتماعية كاتيجوري سوسيال اللي خصها تعتبر اون توك كاتيجوري داناليز باش نعرفوا شنو آه، علاش عندنا هاد الظاهره هادي اللي اصبحت مصيبه ماشي غير ماشي غير ظاهره ديال ديال اضرام آه، النار في الذات واللي دائما كتجي من بعد واحد العمليه احتجاجيه يعني هاد الاشكال هذه ديال, ديال 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 وضع حد الحياه هي اشكال خاصه تري سبيسيفيك واللي مرتبطه ب بهاد الثانيه ديال 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 القرن 21 واللي بسببها بزاف ديال الشعوب تفاعلت معها وخرجات من اجل تغيير مطالبه تغيير الانظمه واسقاط الانظمه أه البعزيزي حتى كان بائع متجول وأدرم النار في جسدي بسبب الحقره أه في دول عروي كانت وحده من النساء الكادحات اللي أضرمت النار في جسدها بسبب الحقره أه مفاتيح لا ميم شوز حتى هي كانت كتفرش البغرير وأضرمت النار في جسدها بسبب الحقره واللائحه طويله جدا ديال ديال هاد الشرائح اللي كتكون كتعيش من ما يسمى بالاقتصاد غير المهيكل او الاقتصاد الاقتصاد غير المهيكل وكيف يعني حان الوقت باش اننا شنو, شنو هو المشكل واش المشكل في يعني فقط ان هاد الناس يعيشوا بسبب الفقر البؤس وكذا ترون شعر انا لا اعتقد لانها كلها كعمليات اضرام النار في الداس كتجي من بعد واحد ال... واحد العمليه ديال 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 لو دو واحد الحكره وكيكون واحد لو ديسكور اللي كيسبقها دائما كاع هاد العمليه ديال اضرام النار في الدار كيسبقها ديسكور في الاسباس بوبليك هي عمليات كتوقع في الاسباس بوبليك وبالتالي فهي عمليه سياسيه نحسب نحسب حاجه من غير هادشي لو ديسكور اللي كيسبقها كيكون دائما مرتبط بالحقره ديال البوليس اساسا والحقره الاقتصاديه هادشي هذا لازم اننا نكون عنده وباركة ما بقيناش باغيين نشوفوا هادشي هادا هذا باغيين نشوفوا الناس تتحرق داسها وما بقيناش باغيين نشوفوا اكثر من هذا عمليه ديال التطبيع مع هاد مع هاد الشيء هذا وتمر وكانها وكانه شيء عادي انه صافي فراش هو غير فراش هذاك ماشي مشكل يحرق يحرق راسه للاسف كاينه واحد كانت توقعات واحد الكارثه اخرى هاد الـ هاد الـ اسبوع اللي داز اللي متعلقه باعدامات جماعيه اللي دارها داروها مجموعه الانظمه وعلى راسهم النظام المصري والنظام السعودي اللي اعدم 81 شخص في دقه واحده هاد 81 شخص النشطاء الحقوقيين السعوديون والسعوديات كيقولوا بلي فيهم جزء مهم اللي هي إعدامات بأسباب الآراء وإعدامات سياسية. وكاين اللي كيقول بأن 40 فيهم على الأقل من معتقلين سياسيين اعتقلوا بسبب دورهم في تظاهرات القطيف شرق السعودية عام 2011 للمطالبة بوقف التمييز الطائفي وبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وكيحترم وكي ويشرك كل المكونات وهناك شوفوا كيفاش النظام السعودي كيتعمد انه يخلط بين قضايا جنائيه وقضايا اخرى سياسيه وكيبرر هذه هذا المجزره اللي دار بالشريعه وكيقول بان كل هذيك لي هي جايه انطلاقا من من القران والسنه ومن ومن الشريعه كنشوفوا كيفاش الدول الغربيه كتبقى ساكته قدام هذه الجرائم كيف ما كتسكت على بزاف ديال الجرائم اخرى ولكن خصوصا الجرائم اللي كديرها انظمه بحال 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 النظام السعودي ولا النظام الاماراتي كتبقى ساكته عليها وما كتفرضش عليهم لا عقوبات ولا حتى شي حاجه آه، وهذا الشيء هذا كيخلي انه آه المجتمعات ديال ولا الشعوب ديال دول الجنوب كتبقى الثقه اكثر واكثر في ففل... في فل... المهمه ديال النشر الديمقراطيه اللي تدعيها مجموعه ديال الدول الغربيه واللي كتخدم بد بو دو مزور وشي اللي خلا بزاف فش مثلا يتم فرض عقوبات على روسيا ولا يتم فرضها على السعوديه وعلى اسرائيل وعلى الامارات سكران. شكرا شكرا امنا غير نوه واحد المساله هو انه للاسف اليوم ما غيتمكنوش المشاهدات والمشاهدين اللي كيتبعوا البرنامج على اليوتيوب من المتابعه ديالو نظرا للمشاكل التقنيه ولكن بعد يومين او ثلاثه ايام تكون الحلقه في اليوتيوب شكرا امنا من بين الاخبار المهمه في هذا الاسبوع هذا هو رجوع العلاقات المغربيه الإسبانية والبيان ديال ديال وزير الخارجيه الوزير الخارجيه الاسباني الخارجي كذلك حتى رئيس الوزراء فيما يخص لاول مره غادي يكون الاعلان عن دعم صريح من طرف الحكومه الاسبانيه لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السياده المغربيه وتطورات اخرى كذلك عند علاقه بقضيه الصحراء فؤاد مرحبا شكرا خالد فعلا الموقف ديال اسبانيا كي يقرب اكثر بكثير مما سبق الموقف ديال المغرب يعني ماشي فقط كيقول كي بان كما كانت كتقول المقررات الامميه بان الاقتراح ديال الاستقلال الذاتي للصحراء في ضمن السياده المغربيه هو اقتراح دو جدوى بل كيقول هو احسن مشروع اللي مطروح في الساحه وهذا التصريح هذا ديال رئيس الحكومه الاسباني ايدو الاتحاد الاوروبي ولكن كان تعليق عليه من طرف الناطق باسم الامين العام للامم المتحده اللي خدا مسافه واضحه اللي كيقولوا ودي الامور تبقى ضمن القرارات ديال مجلس الامن ديال الامم المتحده وماشي ماشي خارجه الملاحظات اللي كي هذا المعطى هو ان اولا هذه معطيات دبلوماسيه تكتيكيه وليس معطيات قانونيه وميدانيه اي انه مهم بالنسبه للطرف في نزاع ان يكون اعتراف من طرف جهات ذات وزن وتاييد له من الناحيه المبدئيه ولكن ما غاديش يغير هذا من المعطيات لا القانونيه اللي كيحكمها المقررات ديال مجلس الامن ولا المعطيات الميدانيه اللي كنعرفوا بان يعني التصعيد اللي كاين في المنطقه الان كيهدد انه يمكن يقلب الاوراق العنصر الثاني هو ان هذا التوجه هذا هو اللي عشناه مع الولايات المتحده العام يعني في لما الرئيس ترامب اعترف بالسياده ديال المغرب على الصحراء الغربيه ولكن لاحظنا بان هذا الشيء ما غير حتى في الواقع الميداني بل ان حتى المضامين اللي كان كيوعد بها ما تمش التحقيق ديالها وكنشوفوا بان حتى في اسبانيا الان كاين يعني ردود فعل اللي لربما غاديه تجعل هذا التصريح هذا يفقد كثير من الفعاليه ديالو العنصر الثالث هو الكلفه احنا كنعرفوا دابا بان باش فرنسا تكون واقفه مع الموقف المغربي في مجلس الامن ديال الامم المتحده دائما كانت كتقايد المره اللي تفضحات هي ملي فرضوا علينا اننا نشريو في اللي ما واقفينش عليه واللي كيكلفنا بزاف واللي ماشي هو الحل الامثل معضلة النقل في المغرب واللي ماشي يعني التي الفرنسي هو أحسن الحلول ديال التي ولكن شريناه لأن فرنسا فرض علينا أننا نرضيوها من اللي تكون محتاجانا باش حتى تبقى كتراضينا في هذا النوع ديال المواقف شفنا كيفاش ترامب باش يأيد الموقف المبدئي ديال المغرب في قضية الصحراء اشترط وكسب ان المغرب يطبع العلاقة ديالو مع اسرائيل ويمشي بعيد في هذا التطبيع هذا ومع ذلك ما كاينش يعني مقابل واضح اكيد انه لا الانفتاح اللي كانت عبرت عليه المانيا منذ بضع اسابيع ولا الموقف دي اليوم ديال اسبانيا هذه كلها عندها مقابل للاسف ان مازال الملف ديال الصحراء لا يناقش بشكل شفاف وبشكل قوي وبشكل يعني ديال الراي والراي الاخر وبالتالي هذه ورقه يعني فالته اطلاقا من الاطلاع ديال الراي العام المغربي وبالتالي من امكانيات تأثير ديالو فيها شكرا شكرا فؤاد أبو أه بكر شي اضافه يمكن تفضل <applause> غير غير هذا الشيء دابا اللي قال اللي قال السي فؤاد هو انه اللي وقع هو بعد ما بيدرو سانشيز اتخذ ذاك الموقف وكما قال فؤاد قال, قال انه انه الموقف ديال المغرب هو او المقترح ديال المغرب ديال الحكم الذاتي هو احسن 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 حل اللي وقع من بعد هو فعلا الامم المتحده اكدت على انه خاص الحل يكون برضا الطرفين ولما اكدتها الناطق الرسمي ديال ديال ديال, ديال الحكومه الاسبانيه دعم الموقف ديال ديال الامم المتحده بمعنى اخر من جهه نائبه رئيس الحكومه اسمح نائبه رئيس الحكومه اكدت آه. بانها لا تستمر في دعمها ل حق تقرير المصير آه. الصحراوي وكذا اه دابا داخل اسبانيا كاين كاين نقاش حاد جدا لانه لانه, لأنه كاين واحد العاده في اسبانيا هو القضيه على الصحراء كيتفقوا الاحزاب ما وخم معسكرات ايديولوجيا مختلفه في القضية الصحراء كان واحد النوع ديال الاجماع على انه غادي يمشيو مع الـ مع, الـ مع, الامم المتحده فبالتالي الاحزاب الاخرى وما يتصدى حتى داخل الحزب الاشتراكي لانه الشباب ديالهم ناضوا كيغوتوا الى اخره اعتبروا ان بيدرو سانشيز قام واحد العمليه اللي ما اتفقش معها مع الاخرين فبالتالي هذا الشيء ناكد الكلام اللي قال فؤاد ان هذا الموقف حتى واخا انه غير صوري لانه ما صراحه ما كاين تغيير على ارض الواقع ولا حتى من ناحيه القانونيه راه حتى هذا الموقف في هذا الصوره راه هش لانه ما عنده شيء السند الكافي داخل داخل اسبانيا ولا الدول الاسبانيه ولا السياسيه الاسبانيه أه قبل ما ننتقل لموضوع اخر غير لاننا في رؤى متقاطعه أه بغيف انا شويه كنختلف مع بوبكر ومع فؤاد انا كنعتبر بلي انه كاين اختراق أه لان خصوصا مع لا مع بيدرو سانشيز ولا مع قبل منه مع سافاتيرو كان واحد تقارب كبير بين القياده ديال الحزب الاشتراكي العمالي وبين القصر في المغرب او بين المحيط الملكي في المغرب لانه كان تقريبا هذا الموقف من قضيه الصحراء كان تقريبا عليه واحد الاجماع داخل الاحزاب السياسيه الكبرى في اسبانيا وكان لا بغينا نقول ديال الحده في تصريف الموقف هي اللي كانت كتعطينا الفرق مثلا ما بين بوديموس ولا يسكير داوني من جهه وبين بارتيتو بوبولار ولا ولا الاشتراكيين من جهه اخرى زعما اول مره غادي وتصريف الموقف ماشي من داخل الحزب تصريف الموقع من داخل رئاسه الحكومه طبعا كاين مقايضات طبعا كاين اتفاقيات انا متفق معكم ولكن بالنسبه لي كنعتبر بانه الموضوع زعما في ولا ما كانش بهذا الاختراق ما كانش ما كاينش ما كانش يكون هذا النقاش بهذا الحده الكبيره اللي كاينه في اللي كاينه في اسبانيا المهم اختلاف بسيط بيناتنا في هذه النقطه دي قبل ما ندوزوا للمحور لي انا غير نطلب منك باش توضح لنا هل هذا اختراق استراتيجي اللي من شانه انه يجيب لنا حل لقضيه الصحراء في اماد منظور ام لا ويلا هذا هو انا اللي كنقول او التغيير الجوهري ما كاينش وما غاديش يكون بهذا النوع ديال الاجراءات راه حنا سجناء ديال وضعيه اللي كنكبوا فيها دم جوفنا واللي مستحيل انه تقدم المغرب ما حدو عنده هاد ليبوتيك هذه ديال الصحراء على بالكلفه الخارقه اللي كيتكلف شكرا لا انا شوف هذه النقطه هذه انا عندي موقف واضح من ديما انا كنقول بان الحل هو موجود بين بين, بين الحل الاستراتيجي والديمقراطيه ديال المغرب هذا مهم كنا هضرنا في هذا الشيء يمكن نرجعونا في حلقه في الصحراء ونوضحوا اكثر قبل ما ندخل الموضوع مباشره كاين كاين عندنا الموضوع الاخير في الحلقه ديال الاخبار وهو المرتبط بدراسه اللي واحد الاستطلاع اللي تجرى واللي عطات 82% في المغرب كيعتبروا بان وضعيه حقوق الانسان ماشي هي وكذلك كاين تطورات اللي مازال كتناسب في الموضوع ديال بيكازيوس يعني البيان الاخير اللي درته أمنيستي حول امينه حيدر المغرب هذه المره هذه ما عن طريق الناطق الرسمي باسم الحكومه وشله الوزراء في اللي وقع في المره الاولى ولكن عن طريق المندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان اللي عادت نفس الكلام اللي قالوا المغرب في الردود الاولى معنا امنه كتهتم بالمسائل ديال, ديال 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 الانترنت وديال هذا يمكن وكذلك ابو بكر وفؤاد متبعين هذا الموضوع هذا اللي اللي بغى يهضر في هذا سوال استطلاع الرأي الاول وسواء هاد المساله هادي ديال التطورات اللي وقعت في بيكاسوس كنظن قلتي الاساسي فيهم راحنا تجاوزنا الوقت ديال الحصه ديال الاخبار وباقي لنا الخبر ديال الاقتصاد. غير طيب. 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 طيب مهم الا سمحتوا طيب. لي واحد الديتاي مهم في القضيه ديال ديال دي الاختراق ديال ال الهاتف ديال امينه بيغاسوس اللي هو ان هذا الاختراق هذا جاء من بعد من بعد البيغاسوس جيت يعني انه مازال يتم استعمال هذا هذا اللوجيسيال هذا من اجل الاختراق رغم انه قيل ان انيسو ما تبقاش تبيع للمغرب وكذا وغادي يفسخوا معاهم العقده ولكن العقده المهم كان بزاف ديال ديال النقاش مي سوسيدي سيدي باللي راه مازال بيغاسوس ياسم الاستعمال ديالو حاجه واحده اخرى ما عرفتش قبيلات واش ما حتى ما انتبهتش مزيان واش تكلمتوا على التصريح ديال وزير الخارجيه الاسباني اللي قال واللي دار دار بزاف ديال الصداع البارح في في لي ريزو اللي قال باللي الوضعيه في الصحراء الغربيه لا يمكن ان تحل الا بار لا شارت ديال 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 الامم المتحده ولي ريزولوسيون ديال ديال مجلس الامن فؤاد فؤاد اليك الكلمه في الاقتصاد شكرا كنظن بان اهم خبر كان اليوم هو البلاغ ديال مجلس امناء بنك المغرب اللي عطى تفاصيل كثيره ومستجده على الوضعيه الاقتصاديه اهم لربما خبر فيها هو ان نمو الناتج الداخلي الخام ديال هذا العام هذا اللي وعدنا ل المشروع الجديد للتنميه اه اه بانه غادي تكون في متوسط ديال 6% من هنا ل 2035 وجات الميزانيه السنويه اللي اه طرحتها الحكومه الجديده واكتفت انها توعدنا ب 3.2% اليوم اه بنك المغرب كيقول كي لنا بان راه هذا العام هذا غادي يكون النمو فقط 0.7% 0.7% ملي كان نرجعوا السنة الفائتة كانت 7.3 والسنة اللي قبل كان ناقص 6.3 وكيقول لنا بأن السنتين القادمتين تهما غادي يكونوا هزيلتين هذا يعني بأن من جديد الوعود ديال التنمية ديال الدولة المغربية لن تتحقق وغير قابلة للتحقيق ما دمنا في البنيات اللي احنا فيها اكتفي بهذا القدر الصوت خالد شكرا اذا آه شكرا فؤاد امنا بوبكر ندخلوا الان الموضوع ديال الحلقه اللي هو الملكيه السلطويه والتغيير مباشره غادي نعطي آه الكلمه لبوبكر اللي غادي يعطينا واحد اللي بغينا نقولوا واحد الارضيه حول هذا الموضوع ونبداو النقاش ديالنا تفضل بوكر آه شكرا شكرا خالد آه كنعتقد ان يمكن تتفقوا جميعا انه من, من من السمات الرئيسيه ديال التخلف السياسي هي عدم مسألة اصحاب القرار نقدر نتفقوا على هذه المساله ما استعملت لا كلمه ديمقراطيه ولا ملكيه ولا جمهوريه ولا هذا أك... كنعتقد في اي حتى في اي منظمه اي مجموعه انسانيه من يكون الناس اللي كيتخذوا القرار اللي كيكون كن... عندهم وقع الحياه إلى هذه المجموعه ما كيتسالوا شيء العمل ديالو ما كيش ما مكي... ما مكيقومش... كيكونش التقييم ديالو نقدروا نقولوا ان هذه الجماعات الانسانيه متخلفه سياسيا وتنظيميا زعما هذه نقدر على الاقل نقدروا نتفقوا على هذه المساله <applause> ملي كنطبقوا هذا المفهوم هذا للمغرب، اش كنلقاو؟ كنلقاو كنلقاو انه دابا في الخط... في, النقاشات السياسيه دابا الاغلبيه ديالها، ما كنهضرش على الشيء اللي كيوقع في الخارج، هادشي اللي كنحاولوا حنا نديروه على المستوى البسيط ديالنا، هو انه ما كاينش هناك تقييم ديال ديال المؤسسه الملكيه في العطاء ديالها. بحيث انه كيكون تكون هناك انتقادات قاسيه جدا السياسيين من جميع ال... من جميع الاطياف ولكن المؤسسه الملكيه والمؤسسات اللي ضربها بها تكلمت يا خالد في الاول على القضيه ديال ديال مؤسسه الامن مؤسسه الامن من المؤسسات في الدوله مع الجيش الى اخره اللي هي حتى هي كت... 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 كت تختبئ وراء ستار عدم انتقاد الملكيه ولا حتى هي الا قلنا الا اعتبرنا انا عدم المساءله هي هي التقديس مع انه راحنا مازالين في التقديس ديال ديال المؤسسه الملكيه وانه ماشي غير تقديس المؤسسه الملكيه تقديس ديال المؤسسات ديال الدول الاخرى التي تعتبر هي ركائز مهمه ديال ديال ما يسمى بالمخزن او الدوله العميقه او النخب او النخب الحاكمه فبالتالي هذا المجهود هذا اللي بغينا نقوموا به واللي كل واحد فينا قام به في في مجالات اخرى وقمنا به حتى هو 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 هو, هو سميتو هو مجهود من اجل عصمة النقاش من اجل التقدم في الفكر والتقدم في ايجاد في ايجاد الحلول واللي هو طرح سؤال بسيط اشنا هو الموقع ديال الملكيه اشنا هو العطاء ديال الملكيه واشنا هو التقييم ديال العطاء ديال الملكيه فبالتالي هذه الحصه هذه اللي فتحناها دابا غادي نهضروا على على العطاء ديال الملكيه من من زوايا متعدده وصراحه كل زاويه راه ماشي راه خصها خصنا نخصوا ليها حصه ولا يمكن كاع حصص متعدده ولكن ولكن المفهوم الرئيسي هنا هو غير هذا غير حنا كمغاربه نوضعوا ان 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 أنفسنا نتسائلوا واش من المعقول انه انه ملي كان ملي كان ملي كنوضوا كنبغيو نديروا تحليل سياسي للبلاد وكيكونوا مشاكل وكنبغي نفهموا اشنا هما الاسباب هذه المشاكل او كيفاش يمكن ايجاد حل لهذه المشاكل كنمنعوا على نفسنا اننا نديرو تقييم ديال القرارات التي تتخذ من طرف من طرف اصحاب القرار الحقيقيين اللي الملكيه آه الانسان اللي الدستور لانه كاين كاين عده آه جوانب التي تبين المركزيه ديال ديال ديال, ديال الملكيه آه السلطويه آه الدستور براسو آه الانسان يقدر يشوف ببساطه كيفاش انه من الناحيه القانونيه الملكيه محصنه بمعنى اخر ان الترسانه القانونيه ديال البلاد هي ترسانه متخلفه بمعنى اخر لما لما كينوضوا البعض وكيقولوا بحال دابا نعطيكم مثال بسيط ملي كان الناس اللي كي الذين يدينون الصحفيين اللي هما في السجن كيقول كيقول لك هذاك القانون القانون شو فوق القانون ومشي فوق القانون وراه عندنا 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 قضاء مستقل الى اخره هاد هاد المنطق هذا خصنا خصنا نخويوه خصنا نتفقوا من الاول انه راه حتى حتى هذه القوانين هذه اللي هما كيستاتروا موراها ماشي قوانين ديال دوله ديال دوله ديمقراطيه اللي 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 وقع سميتو نقاش اللي ادى الى 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 اعتناق هذه القوانين الى اخره هي قوانين اللي في اغلب الاحيان هي قوانين اللي بصفه مباشره او غير مباشره اللي اللي كي كيحكموا بها اللي كتحكم بها النخب الحاكمه واللي واللي مفروضه على المغاربه انه ما بقاش نقاش حقيقي باش باش الناس يقبلوها آه فبالتالي هاد, هاد, هاد المساله هذه ديال 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 النقاش عطاء ديال ديال الماليه نقاش مهم دابا حنا دابا حنا غادي واحد الوقيته غادي نهضروا على الاقتصاد حنا دابا كنعيشوا ازمه اقتصاديه خانقه ياك وفايتنا هضرنا هدر في هذه المسائل هذه حتى واحد ما كيجبد السياسات هضرنا راه باقي نتذكر هذه واحد واحد ثلاثه الاسابيع كان كنا جبنا النقاش وكان اعتقد فؤاد كنتكلم على, على هذه المساله هذه ديال دي على ملي هضرنا على التضخم الى اخره تكلمنا على انه كيفاش ما كنجبدو شيء الدور ديال, ديال 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 الملكيه في في, في اتخاذ القرارات الاقتصاديه الكبرى مثلا آه مثلا الاوراش الكبرى مثلا آه مثلا داك ديال ديال البنيه التحتيه اللي كان اللي, اللي خدا بزاف من من الميزانيه ديال من الميزانيه ديال الدوله واللي هذاك المال كان ممكن ان يستثمر بصفه انجع مثلا في مجالات آه التعليم او في, في مجالات التربيه الى اخره او في مجالات آه الصحه آه كيفاش انه هذا الشيء ما كان ما كنناقشوش ما كان ما لماذا لانه آه الملكيه هي اللي كانت موراه فبالتالي حنا حنا في واحد الوضعيه هذه واحد الصوره ديما كتجيني للذهن ديالي الناس اللي باقي كيعقلوا على الرياضيات ديال دي 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 الابتدائي كانوا كيقولوا لنا الا بغيتي الا بغيتي تلقى الحل الاشكاليه خاصك تقرا لي نونسي كله حنا ما تنقراوش لي نونسي كله حنا كنبداو كتكون عندنا واحد المعادله سياسيه اللي هي معقده وكنبداوها بخساره لانه كنرفضوا كنمتنعوا حنا كنمنعوا على على نفوسنا اننا ناخذوا بعين الاعتبار واحد المعطيات التي بدونها لا يمكن ان نحل هذيك المعادله حنا دابا في هذه الحاله هذه من ناحيه من ناحيه من الناحيه الفكريه حنا في هذه المعضله هذه ديال انه كنطرح كن لنا واحد المشكل كنشوفوه ولكن كاين واحد الجانب ديال المعطيات اللي ما كان كنرفضوا اننا نستعملوا فبالتالي انت كتبغي تحل واحد المشكل ما كتاخذ جميع المعطيات اللي عندك لا يمكن انك تحل هذا المشكل فبالتالي لابد ده اننا اننا نوضعو اه نوضعو الملكي على المحك من ناحيه ديال الانتقال من ناحيه النقد ومن ناحيه ديال التقييم ديال ديال العمل ديالو وهذا هو اللي كنعتقد هو اللي هي الفلسفه اللي جعلت اننا قررنا اننا نديرو هذا 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 اللقاء شكرا شكرا بوبكر بالنسبه للمحور الاول اللي عندنا فيما يخص هذا الموضوع ديال ملك و حول تاريخ الملكيات والديمقراطيه أه. دونك أه. طلب من آه. من فؤاد الى بغى يتكلم لينا شويه في هذا الموضوع هذا باختصار لان مازال عندنا واحد مجموعه المحاور أه الاخرى <صفيق> <صفيق> اوكي أه. شكرا انا كنظن بان ضروري اننا نستحضروا بان الملكيه هي شكل من اشكال التنظيم ديال الدول اللي جات من الغلبة ومن الهيمنة يعني كان عادة كتكون قبائل كتكون كونفدراليات قبلية اللي كيكون عندها شوكة اللي كتكون عندها حضوة واللي كتمكن أنها تغلب على فئات أخرى والزعيم ديالها كيولي هو المالك, كيولي هاد الملك ومن بعد كيولي هذا و... الملك وراثي كنا في واحد المرحله في الملكيه الباتريمونياليه، يعني ان الملك يعتبر انه مالك لكافه ثروات الارض، بل احيانا حتى للساكنه ديالها، وهذا الشكل ديال التنظيم وصل التطور ديال البشريه في واحد المرحله اللي ما بقاش قادر انه يستمر واللي ولات يعني التحالفات اللي محيطه به. كتولي كتخلق معاه توازنات وكتولي كطالبوا انه يكون عنده حدود القرارات والعنجهيه ديالو ومن بعد ما كان يعني دي ملوك الحرب دي لي سينيور دو هما اللي كيفرضوا بالسيف ولات هاد التوازنات هذه كتولي سلميه اكثر فاكثر وبدات كتحط حدود للسلطه ديال الملوك وحتى وصلنا لان يعني ولا التوافق على انه الملكيه هي واحد الرمز وطني اللي كي يعترف فيه الاغلب ديال المجتمع واللي كيرجع ليه ولكن اللي ما عندوش صلاحيات خارج نطاق القانون وما عندوش صلاحيات اكثر من من رمزيه وبروتوكوليه الا زعما ما ممكن انه يلعبوا كمواطن هذا هو التطور اللي ادى الملكيات الديمقراطيه اللي كاينه الان تقريبا كافه الملكيات صبحات ديمقراطيه الا القليل النادر منها ومنها المغرب اللي باقي فيه ملكيه اللي تملك تقريبا كافه السلطات الاساسيه في المغرب شكرا شكرا فؤاد غير ملاحظه بسيطه هو انه تطور النقاش السياسي بما في حتى في بلادنا في المغرب حتى داخل لا بغينا نقولوا للجسم او الحالة السياسيه والحاله التنظيميه اللي كانت في واحد الوقت ضد الملكيه كنظام مطلقا الان وقع تطور التطور مش في اتجاه اننا حنا الان الديمقراطيه بالدرجه الاولى بمعنى انه ما بقيناش القضيه ديال شكون اللي احسن واش النظام الجمهوري ولا النظام الملكي كما كاين انظمه ملكيه ديمقراطيه في فولندا، في بلجيكا، في السويد، في انكلترا، كاين ملكيات سلطوية في المغرب والأردن والإمارات ديال الخليج، وكما كاين جمهوريات ديمقراطية كذلك كاين جمهوريات مستبدة. وهنا نكمل الكلام ديال فؤاد ونعطي واحد المقارنة سريعة جدا بين الانتقال الديمقراطي في اسبانيا بعد وفاة ديال فرانكو، الدور ديال الملكية، وبين علاش فشلنا في هذا الخيار بعد وفاة الحسن اساسا لانه كان مجموعه الناس ديك الساعه كيتكلموا كيديروا مقارنات بين النموذج المغربي والنموذج آه الاسباني في اسبانيا خصنا نفهموا بلي انه واحد الحاجه بانه ديكتاتوريه فرانكو آه بالفعل كانت ديكتاتوريه ولكن آه ما كانت متورطه في الجرائم ديال النهب المال العام ديال الجرائم ديال نهب الثروه آه الوطنيه الجوانب ديال الفساد آه الاقتصادي ولذلك ملي بغاو يتوافقوا على واحد الانتقال الديمقراطي الهاجس اللي كان عند التيار الفرنكاوي والهاجس اللي كان عند عند العسكريين هو فتح ملف الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان وباش ما يصبحش العسكر عامل من عوامل ديال ديال تعطيل مسلسل الانتقال الديمقراطي تدار واحد القرار ديال ان ملفات الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان ما غتفتح حتى من بعد 20 عام من جهه فيها ضمانات للعسكر ومن جهه اخرى فيها ضمنت كذلك الضحايا بان الحق ديالهم ما غادي يمشيش وبالفعل في السنوات الاخيره تفتحت هذه الملفات هذه ولكن الفساد ما كانش كاين الاشكال اللي حنا هو انه الاوليغارشيا اللي حتى اللي قريبه للملكيه واللي كتدعم الملكيه هي ما متورطاش فقط في انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وبالتالي ماشي مسار العدالة الانتقالية هو الو... هو المدخل الوحيد نحو الانتقال الديمقراطي هذو ناس متورطين في الفساد متورطين في نهب المال العام متورطين الثروات ديالهم كلهم مبنية على الفساد وبالتالي مصالحهم متعارضة مع أي انتقال ديمقراطي وكنعتبر بلي أنه مشكل الملكية في المغرب هو هذا هو أن كاين أوليغارشية فاسدة في المغرب كتع ماشي كت... كتعطل انتقال الديمقراطي كتعطل حتى امكانيه ان الملكيه تلعب دور في الانتقال الديمقراطي لانه ماشي غير في التجربه الاسبانيه حتى في التجربه اليابانيه لعب النظام الامبراطوري دور في الانتقال الديمقراطي اضافه مشكل اخر اللي ممكن نرجعوا له من بعد مع فؤاد بوبكار و بالنسبه هو شويه دي المشكلة المشكل هو الملكيه في المغرب وسؤال الكلفه خصوصا من الناحيه الاقتصاديه بالشكل الحالي ديالها غادي نمر عند امنه وغادي نعطيها سؤال مباشر هل الملكيه في دوله مثل المغرب من شروط الاستقرار لان هذا هو الكلام اللي جزء من بناء المشروعيه على المستوى القاعدي وعلى المستوى الشعبي اللي كتم التمرير ديالو هو انه الملكيه في المغرب ضرورية من أجل الاستقرار. إيه نعم المكياج بالشكل لحدي أم بشكل آخر؟ شكراً اما مقدماً. صوت أمنة. صوت أمنة. الصوت, أمنا. الصوت, أمنا الصوت. <applause> شكرا خالد انا كان أعتقد باللي هذه من بين القناعات المقدسه اللي كيحاولوا اللي كيحاول الراي العام مينستريم انه يهيمن بها ويفرضها واي فكره مقدسه هي كتدوز من واحد المراحل ديال لا كونستروكسيون ديال وديال وديال الابداع و فونسيون ديال مجموعه ديال الحقائق التاريخيه ولا ولا احيانا ما كتكونش حتى حقائق تاريخيه كتكون كذبات انا نبغي نذكر بواحد المجموعه ديال الامور هو انه النظام كيف كان قبل ما كانش عندنا نظام ملكي قبل الاستعمار كان عندنا واحد نقدروا نقولوا واحد النظام سلطاني اللي فيه مفهوم ديال الاماره الى اخره دونك أمي... اميري لا no, ماشي اميري اماراتي واللي كانت كتربطو واحد المجموعه ديال كتربطو علاقه ديال البيعه بقبائل اللي كاينه في لو تيريتوار اللي كيقدر يهيمن عليه وبلي هاد العلاقات هادي لم تكن مستقره ابدا كانت مره كت مره القبائل كتخضع مره ما كيكونش الخضوع وبزاف د المرات كيكون هذاك الطابع كما ملي كتكون قبائل اللي هي قوية وكذا كيكون هذاك الطابع التعاقدي ما بين المؤسسة ديال المخزن وما بين وما بين القبائل فبالتالي ملي كيكون واحد النوع ديال الطغيان ولا واحد ولا ولا آه كيكون انه آه اختلت آه موازين القوى راه يتم نقد هذاك الـ هذاك هذاك التعاقد اللي كيكون كيجمعهم وكتكون كتدخل في ما يسمى بلاد السيبه خصنا نعرفوا بانه الاستعمار من بين الشروط اللي 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 حفزات انه باش يدخل المغرب هو انه كانت كان كان السلطان يعاني <applause> كان النظام السلطاني في خطر وكان واحد الجزء كبير القبائل اللي داخلين في حاله ديال ديال التمرد اللي طولت الى اخره وبالتالي الملكيه ديال دابا اللي كانت سلطانه قبل هي اللي عيطت لنا للاستعمار وعيطت له باش يدير العمليه ديال الاخضاع ديال ديال الاغلبيه ديال المغاربه ذاك اللي كانوا سكان ديال 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 القرى واللي كانوا كيخضعوا كيعيشوا فواحد النمط عيش اللي هو قبلي واللي انا ما تنشوفوش بالضروره شي حاجه اللي سلبيه مئة في المئة ولكن كنشوفو كواحد الواقع تاريخي ديال, ديال الشعب المغربي واللي كان فيه بزاف الاشياء ايجابيه من بينها كيفاش الامور كانت كتدبر وكانت كتسير فالمساله ديال السياده هذاك الوقت ما كانتش ما كانتش السياده المطلقه للسلطان ولا شي حاجه كانوا بزاف ديال الجوانب ديال السياده اللي عندها علاقه بالثروات المحليه الى اخره كانت القبيله هي اللي كتدبرها كان واحد النوع واحد النوع ديال الممارسات ديال الديمقراطيه التشاركيه او الديمقراطيه المباشره كاع في بعض المناطق اكيد الامور كتختلف من, من من قبيله لقبيلة ولا من كونفدراليه قبليه كونفدراليه قبليه دونك كان دونك هاد الشيء هذا كيفتح كي كي لنا عينينا على واحد الحقيقه ديال انه راه كاين عندنا واحد الارث ديال الممارسه ديال السياده اللي ماشي دائما كان فيه ماشي دائما كان فيه السلطان واللي كان دائم هو الصراع مع المؤسسه ديال السلطان كان اللي كان دائم هو الصراع الجيش ما يسمى ديك الوقت الجيش المخزني الفرنسي دخل باش انه يدير هذه العمليه ديال الخضاع او عمليه ديال لا وملي قرب يكمل المهمه ديالو راه خرج لنا الملكيه واللي اللي كمل الحسن الثاني هذه العمليه دي هذه دي ديال الاخضاع بتنسيق مع مع الناس ديال الحركه الوطنيه دونك هذا جزء من التاريخ اللي اللي ما عرفتش علاش ما عليه ولا يمكن يقدر يخرجنا من هذا لو هذا ديال انه راه ما ت... كاينش كاين غير غير, غير الملكيه ولا الفوضى والاخر حاجه اخرى اللي كيقول كي لك بان الناس غتولي تقاتل مع بعضياتها وتولي عندنا الحرب الاهليه الى اخره راه ما كانش اللي كان كيسبب كي في الحروب ولا في النزاعات ما بين القبائل قد ل... 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 قد المخزن المؤسسه ديال المخزن انذاك أه... كانت هي كتخلق صراعات عس... ونزاعات ما بين القبائل أه... بسبب ان مثلا أه... كتقدر دي أه... اجزاء ديال القبائل من مناطق لمناطق معينه وكتخلق مشكل على على الفونسي هذه هدي... هد... من, بين... من بين من بين الامثله أه... دونك واش الملكيه شرط ضروري للاستقرار انا كنقول اليوم واش ماشي الان الملكيه بالشكل بالسياسه كيفاش تتدبر مجموعه ديال ديال ديال, ديال, ديال الملفات واش ماشي هي ولات كتهددنا الاستقرار ديالنا واش ماشي ما كاينش خوف من انه تولي الملكيه كتهدد الاستقرار ديال المغاربه ملي الملكيه كتطلق علينا البوليس السياسي ديالها باش أنو يبقى يهدد في عباد الله بالقتل ويهدد في النسب الاغتصاب وهذا الشيء هذا كامل واش الملكيه في هذا في هذا لاسبي هذا واش شنو كتبني لنا واش كتبني لنا مغاربه كيتصارعوا مع بعضياتهم ولا كتبني لنا ولا كتخلق لنا الشروط ديال الاستقرار واش الملكيه بالتدبير ديالها المواضيع ديال الاقتصاد المعيشي بما فيها ما يسمى بالاقتصاد غير المهيكل واش بعدم جعله اولويه باش انه يتحل كملف واش كتخلق لنا الشروط ديال الاستقرار ولا كتخلق لنا الشروط ديال 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 الخطر ديال شنو غنسميوه احتقان ديال 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 الغضب ديال اللي ممكن انه يتعبر عليه خارج قد نقولوا لي مؤسسات الانترمدياسيون اللي اللي كتلعب الدور ديال ديال انها كتعبر على على المطالب ديال 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 المجتمعات وديال الشعوب اللي هي الاحزاب السياسيه والنقابات اللي للاسف غاديا كتبسكيلا ما قاش كتقدر انها تقوم بالدور ديالها ايضا بسبب السياسه ديال النظام الملكي في المغرب ديال الحرية العامه وديال ديال عدم احترام الحق في التنظيم وفي التنظيم عدم احترام الحق ديال المنظمات في التعبير السلمي فانها تمارس الانشطه ديالها تضيق عليها من من بزاف ديال 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 النواحي الى اخره انا سنخاف انه اليوم الملكيه سواء كانت ملكية بما هي ملكية مخزنية بما هي واحد لو كومبلكس ما بين المؤسسة ديال السلطان والمؤسسة ديال المخزن وديال 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 الأجهزة الحاملة للسلاح والأجهزة ديال ديال الاستعلامات هاد لو كومبلكس هذا شنو الدور اللي تيقوم به الآن باش انه يوفر لنا الاستقرار خصنا هذا هو اللي خصنا هذا اللي خصنا نعرفوا الا الا ما كان الا كان الغياب ديال 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 ديالو يعني انه راه يمكن كاين آه كاين شي خطر انه يبقى هادشي الشيء غادي بهذا بهذا الشكل هذا انا ساقول باش نختصر باش بشكل واضح المغاربه قادرين انهم يبنيو التجربة ديالهم ويبنيو المؤسسات ديالهم بشكل بصح تيعبر على التطلعات ديالهم، والمغاربة يقدروا يحكموا راسهم براسهم، المغاربة ماشي شعب قاصر، والنظر للشعوب ديالنا كشعوب قاصرة غير قادرة على أنها تمارس السيادة، وغير قادرة على أنها تقرر في المصير ديالها، فهي فكرة عنصرية استعمارية، واللي كيروج ليها راهو كيروج لفكرة عنصرية وريثة ديال الاستعمار. دونك هذا هو اللي اللي غنقول خالد خارج, خارج التغطية اه خارج التغطية إيه 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 ممكن غير نضيف شي شي حاجة اللي قال دابا دبقى... اللي قال دابا أمنة آه, أنا متفق مع الخلاصة ديالك أمنة أنه أنه هذا كاين واحد اجماع إلا بغينا نقول على الفكرة أنه ال... انه النظام السلطوي والتركيبه ديال الحكم اللي استعملها الحسن الثاني ومحمد محمد السادس هي نتيجه الاستعمار والدور ديال اليوتي كيفاش الى اخره ولكن فين ما نتفقش معك 100% أمناً؟ لانه يمكن ماشي هذا هو القصد ديالك ولكن في الاول ملي هضرتي وحيتي انه بحال الملكيه دخل الاستعمار باش الملكيه دير دير سميتو دير لاباسيفيكاسيون ديال ديال القبائل دير تعطى لها الطريق باش هي تحكم البلاد وهذا الشيء زعما تاريخيا فيه اشكال لانه هو فعلا مولاي حفيظ مع فرنسا في 1912 ملي وقعت ملي وقع ذاك الانتفاضه الفاس فعلا هو استنجد بالفرنسيين ولكن ماشي حتى حتى بعض السلاطين اللي كنقولوا عليهم كان التدبير ديالهم كان فاشل جدا بحال مولاي عبد العزيز الى اخره ما عيطوش لفرنسا باش ماشي بالفكره ان فرنسا تجي تستعمر البلاد فحاولوا بصفه سلطويه بصفه الى اخره المهم كاين نقاش ولكن غير من باب ولكن اسمح لي اسمح لي ولكن واش فرنسا غيعيطوا لها وغادي تقول وخاصه في انا غير قد لكم الامور لا ما, ومس... ما لا 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 كانت كانت واحد حمايه انا كنسميها حمايه وقعوا معها المعاهده ديال الحمايه وكانت كانت افيكتيفمون لا باسيفيكاسيون انا كنقول باللي العمليه ديال لا باسيفيكاسيون كان فيها تقاطع ديال المصالح ما بين النظام ديك الساعات وما بين فرنسا واكيد انه فرنسا بما هي ديك الساعات راه راه كتبقى دوله مستعمره وامبرياليه راه بطبيعه الحال راه غادي تضرب حتى المصالح ديك الساعات ديال متفق معاك متفق معاك الا كنتي كتهضري على مور 1912 وحتى مور 1912 داكشي مشى وجه واش فهمتي ولكن الا كنا كنهضروا على على السلاطين اللي كانوا قبل فيها نقاش يعني ماشي ما متفقش معك ولكن كنعتقد كتهضري على 1912 ومن بعد 1912 بالخصوص كنظن بان رجع معنا خالد اي دونك ربما نطلب منه انه يتكلمنا على العلاقه ما بين الملكيه والنخب السياسيه والحزبيه على بشكل اخص شكرا آه، شكرا آه، سمح لي انا كنوقع واحد المشكل تقني فقط قبل ما ندخل في هذه النقطة هذه الصوت الصوت السي خالد واحد ملاحظ الصوت مزيان دابا؟ وي oui. اه. إذا غير واحد الملاحظة غير شوية الميكرو الله يخليك شكرا واخا ملاحظة بسيطة هو أنه إذا كنا كنقصدوا الاستقرار إذا كنا كنقصدوا الاستقرار هو أنه ما كنعيشوش الأوضاع اللي كتعيشها بلدان أخرى في المنطقة ولا حتى في المنطقة الإفريقية كان أعتقد أنه الدولة المغربية والنظام الملكي في المغرب نجح أنه المغرب ما يعيش اضطرابات كبيرة طيلة هذه المدة دي ولكن السؤال اللي كي تطرح هو واش هذا هو الاستقرار فقط الاستقرار ماشي واش ماشي هو التنميه الاستقرار واش ماشي هو الديمقراطيه الاستقرار واش ماشي هو العداله الاجتماعيه ان باش يكون واحد الاستقرار على حساب فئات كبيره ديال ديال الشعب المغربي هذا هو اللي 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 كنقول ان الملكيه في المغرب فشلت فشلت فيه فشلت فيه ان الكل ديال الاستقرار بالشكل اللي اللي كتقدموا الدوله ما كانش كان على حساب التنميه كان على حساب الديمقراطيه كان حساب على حساب العداله الاجتماعيه وعلى حساب العداله المجاليه مسألة ديال الاحزاب انا بغيت نشير غير واحد النقطه وكنت بغيت انه بوبكري يفصل في هذه النقطه اكثر لانه كان تحدث عليها في حلقه سابقه اللي كانت مع الاستاذه منيه الشريبي هو مساله للع... يعني لأنه هو مساله ديال الاحزاب المغربيه الظاهره حديثه في المغرب يعني جات مع الاستعمار فاش تنشا الاحزاب الاولى سوا اللي كانت متاثره بالمشرق جونغ ديال الاستقلال والحزب الوطني والحزب القومي يعني الاستقلال والشورى والاستقلال بعد ولا الناس اللي كانوا متاثرين فرنسا بحال الحزب الشيوعي هي هذه المساله ديال جوج المحطات انا بالنسبه لي اساسيه المحطه الاولى المحطه ديال الاعلان ديال الاستقلال في 56 انه ما يسمى بأحزاب الحركه الوطنيه ديما بحال اللي كانت كتنتج واحد الخطاب في واحد النوع من ديال المن على على الملكيه في مرحله معينه بمعنى ان نحن اللي في المباحثات ديال اكس ليبان اللي اشترطنا انه ما يمكنش نزيدوا القدام بدون عوده محمد الخامس الى العرش ديالو وبالتالي حنايا الاحزاب كان عندنا دور في استمرار النظام الملكي بعد الخروج ديال الاستعمار وبناء الدوله الوطنيه لأنهم ملي غنشوف الدول الاخرى سواء الجزائر سواء تونس سواء الناس اللي قادوا الحركات تحرير الحركات الوطنيه هما اللي حكموا البلاد بعد الخروج الاستعمار باستثناء المغرب والحركه الوطنيه ديما كانت كتقول انها هي اللي كانت وراء هذا الخيار هذا المرحلة الثانية هي المرحلة ديال الانتقال ديال العرش من الحسن الثاني لمحمد السادس و, و... <applause> الحركة الوطنية أو من الناس اللي كيقولوا بأنهم ورثوا الحركة الوطنية الاتحاد الاشتراكي كانت دائما كانت كتحدث على دور ديال عبد الرحمن نصفي في تسييل ديال الانتقال ديال ديال العرش وأنه رجل دولة بهاد. المعنى هذا وكنعتقد انه من بين هذه الامور اللي ممكن كتفسر جزء منا انه في 2002 ديك الاهانه اللي تعرض لها اليوسفي بعد انه كان تصدر الانتخابات وغتعطى الحكومه رئاسه الحكومه او الوزاره الاولى ساعات كانت مازال كتسمى الوزاره الاولى ادريس جطو بحال اللي كيبان بانه الملكيه كتقول لهم بلي انه ديك الهضره ديال انتم هما اللي جبتوا محمد الخامس انتم هما اللي سهلتوا الانتقال نحو العرش انا بالنسبه لي هذا الكلام هذا ما 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 بقيتش قبله والان وصلنا لواحد دل المرحله اللي حتى ديك الصراع القليل ضعيف اللي كان بين 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 الملكيه وبين الاحزاب في واحد المرحله واللي خلى الحسن الثاني في واحد المرحله فاش كانوا ما كيتفاوضوا على حكومه تانا وبغاو يحيد وكانت الهضره على دريس البصري معروف ديك الهضره اللي قال لهم الحسن الثاني النهار اللي غتبغيو أه تنتقدوني لمن لمن لمن, لمن غادي تدخلوا بمعنى انه كان كيعتبر بان الهجوم على دريس أه البصري كانت رساله للملكية أه وانه في واحد الوقت لانه كانت عندنا احزاب رغم كل الملاحظات ديالها كانت كتقدر تقول انها غتقطع الدستور ولا غادي تصوت بلا في واحد الوقت كانت آه كان ملتمس آه الرقابه كان كي كان موجه كان الحسن الثاني كان يعتبر موجه آه ضده الان وصلنا لواحد المرحله اللي ماشي هما كيقولوا انه اجماع على الملكيه وكانه كان شي مرحله اخرى هذه الاحزاب هذه ما كانش عندها اجماع آه حول الملكيه لا هو الواقع ماشي اجماع حول الملكيه هو اجماع حول كل ما يخرج من آه المحيط الملكي انا بغيت ممكن اللي ممكن يتحدثنا على هذه النقطه هذه خصوصا ان واحد عنده واحد القراءه العلاقه الملكيه بالاحزاب من خلال الحادث ديال تسريب الرساله اللي كانت ديال الفقيه البصري و وفي مسألة ديال التورط الاتحاديين في الانقلاب هذه غير ك ك فحال اللي غادي نقولوا فحال واحد المثال اللي كيعطينا صوره على العلاقه ديال الملكيه بالاحزاب السياسيه فعلا هذا الحديث هذه ديال ديال الانقلاب الثاني الفاشل الثاني كنعتقد انه مازال ما مازال ما حلناش بالعمق اللي لكي اللي خصنا نحلو به باش نفهموا آه آه التاريخ المعاصر ديال السياسه ديال, ديال 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 المغرب لانه انا أعطيكم المعطيات وغادي تشوفوا علاش علاش عندنا اشكال في في التحليل شنو هما المعطيات هو كان انقلاب 1972 فشل المعطى الاخر وهذا هو المستجد اللي جا في اللي بان في على اثر نشر هذاك الملف ديالنا في سنة 2000 في دجنبر 2000 هو أنه في نوفمبر 2000 هو أنه آه هذاك الانقلاب كان ما كانش اللي كترأسوا ماشي هو آه الجنرال لكي اللي كترأسوا هما واحد المجموعة على رأسهم عمر الخطابي اللي آه هو ابن عم آه عبد الكريم محمد بن عبد الكريم الخطابي مع ام قران واكثر من هذا هو انه عمر الخطابي كان تلاقى مع عبد الرحيم بوعبيد وكان تلاقى مع عبد الرحيم بوعبيد تلاقى مع في دار فسله وتلاقى مع مشى للقاهره وتلاقى مع ديك الساعات مع الفقيه البصري اللي كان كان في المنفى كان هرب من المغرب وكان عايش في القاهره واتفقوا و... و... وقبلوا انه كانوا معاه كان دعموا محاوله محاوله الانقلاب هادشي باش كنعرفوه كنعرفوه برساله الفقيه اللي ملي خرجت رسالة ما تبناهاش ولكن تبناها من بعد دابا ولات زعما مترخه باش نقولها باللغه العاميه دخلت للتاريخ لانه اعترف ان هذيك الرساله دياله اللي كيقول فيها ان هذه المسائل هذه اللي كنقول لكم ثانيا آه انا بالنسبه لي الاهم هو انه عمر الخطابي آه اكد المعلومات اللي جات في ذاك الرساله ان عمر الخطابي كنت انا في المقال ديالي اللي تكلمت على هذه الاحداث هذه كنت اتفقت مع انه ما غنديرش سميتو ما غاديش نعطي الاسم الهويه ديالو ولكن غادي نقول واحد الشخص الى اخره بلا ما نعطي الهويه ديالو وكان تعاد معايا قال لي الا مشيت حتى وقع لكم شي مشكل انا كنوعدك انني غادي نقول راه انا فلان وانا اللي عطيتك هذيك المعلومات وانا الى اخره والله يرحمه برحمه الله وفى بالعهد ديالو لانه ملي ملي تم المنع اول شيء دار هو انا خرج بلاغ كيعطي فيه النمات ديال الهاتف ديالو ورقم الهاتف ديالو وكيعطي كيعطي العنوان ديال ديال فين كان ساكن في القناه راه ديك الساعات وقال انه انا هو اللي هضرت مع الجريده فبالتالي هذا المعطى الثاني هو انه احنا دابا تنعرفوا انه عبد الرحيم بو عبيد و على الاقل عبد الرحيم بوعبيد والفقير البصري وكاين وكاين انا ما كتبتهاش ولكن عندي قناعه ان ان عبد الرحمن يوسف تا هو كانت كانت في اخباره وكان دعم وان الحسن الثاني كان في اخباره لانه لما أنا مكتمتش اللي ما كتبتش هو ذاك الشيء اللي عاود من بعد عمر الخطاب اللي عاود لي كيفاش انه بعد التعذيب ديال ام قران انه المحامي ديالهم ديك الساعات الله يرحمه سي محمد بوزوباع اللي كان راه كان ولا وزير ديال العدل مع الاتحاد الاشتراكي من بعد كان هو المحامي ديال القرون الكويره جاء عند عمر الخطابي وقال له راه الرساله ديالهم سير بحالك مع الدواء بمعنى اخر ان ان الملك الحسن الثاني عرف انهم متورطين عرف ان هاد الناس كلهم متورطين بما فيهم عبد... بما فيهم عبد الرحيم بوعبيد والفقيه البصري السؤال اللي خصنا نجاوبه علاش الحسن الثاني ما دار والو ديك الساعات علاش ما تمش علاش ما استعملش هذه المعلومه لانه إذا وضعتوا آه ريوسكم في, في في المحل ديال الحسن الثاني نقدروا نقولوا يقدر نقدروا نشوفوا واحد السيناريو للمخزن غادي يقول فيه واشتي هادو اللي ناضوا كيغوتوا ملي ملي بن بركه تخطف الى اخره في 65 وقالوا افقير هو هو اللي قتلوا الى ها هما ناضوا مع من مع من مع من تحالفوا مع من تامروا تامروا مع هذاك اللي اغتال المهدي بن بركه فبالتالي كان غادي 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 يريب الصوره ديالهم ناهيك على انه هما كيستعملوا العنف ها هما مع مع الانقلاب فبالتالي هذه 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 غير اطروحه ولكن كان كنطلب من الناس للمؤرخين اللي المؤرخين اللي كيخدموا على هذه المسائل اللي يخدموا عليها هو انه انا كنعتقد ان الحسن الثاني لم لم يفشي بهذه المعلومه بهذه المعطيات لانه حقق جوج المسائل ما حققه اولا هو انه ما بغاش تعرف ان الاطياف الايديولوجيه تقريبا كامله كانت ضده لانه اذا قلتي افقير بغى الانقلاب واليسار بغى الانقلاب معناه انه شكون اللي معاك انت واش فهمتي دونك كاين اشكال انه يكون الرفض العالم ديال ديال, ديال الملكيه فبالتالي ما كانش بصالحه ان تعرف من هذه ولكن اكثر من هذا كان أعتقد انه ماشي شي ماشي شيء غريب انه الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبيه تعطاه ترخص في 75 ملي جات القضيه ديال الصحراء ومن بعد هذه المساله هذه لانه كان اعتقد ان الحسن الثاني اعتبر انه تم الترويض ديالهم لانه في 75 ما كانش عنده شي ضغط كبير اجتماعي ولا هذه بالعكس كان يلا ديك الساعات خرجنا من ذاك العام ديال الفوسفات الاثمنه كانت كانت طلعت للسماء والدوله كانت خانزه فلوس ديك الساعات فكانوا عنده وكان تحكم في الجيش صافي حيد الناس اللي ما باغي شيء من الجيش زعما صافي كان تحكم في التساؤل علاش اختار ذاك المرحله باش يقول باش يقول الناس اللي شاركوا في انقراض الضوء يقول لهم يلا سيدي اجوا اجوا دخلوا سميتو فبالتالي انا هاد 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 كنقول انا نستعمل المساله ديال الانفورماتيك سيت لين دو كود في لوجيسيال ماروكان اللي هي مهمه جدا لان ملي كت إلي, 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 الى دخلتيها في لوجيسيال ديالك كتولي كتمشي حوايج اللي ما كانتش اللي ما كانتش مفهومه من قبل والاخوان اللي هما من ما يسمى باليسار الراديكالي يقدروا يشوفوا انه فعلا من واحد الناحيه الحكم استعمل الاتحاد الشركي ضد ضد اليسار الراديكالي في, في اواخر السبعينات انه استقوا بسميتو بداكشي ديال, ديال الوحده الترابيه والصحراء الى اخره واستعملها باش باش يهاجم ماشي القصد ماشي هو لانهم كانوا كيطالبوا بالاستفتاء اللي هو غادي يقبلهم بعد القصد هو انهم كانوا راديكاليين في تغيير النظام الى ديمقراطيه او الى دوله ماركسيه او الى الى اخره المهم ما كانوش قبل قبل النظام ك ك كنظام فاللي وقع بعد هو انه هالترويد هذا الترويض هذا كنعتقد ساهمت فيه هذه المساله هذه بشكل كبير وهذا الترويض باش اللي نقدروا نمشيو في بزاف ديال لانه الى ندخلوا في التاريخ ديال الاحزاب ما غاديش زعما خصنا خصنا سوايع ولكن اللي بغيت نقول هو هو الاتي هو انه كنعتقد انه انه الملكيه محتاجه لها حاجه باحزاب ضعيفه زعما في التركيبه ديال ديال السلطويه ديالها في السيناريو ديال المسرحيه هذه ديال السياسه المغربيه خاص هذاك هذاك الممثل اللي سميتو الحزب خاصو يكون ضعيف لماذا لان ما حد الحزب كيكون ضعيف ما حد الملكيه كتبان قويه واكثر من هذا الشيء راه فايت قلتو ماشي غير الحزب حتى الدوله لانه كنشوفوا كنشوفوا انه المساله كنهضروا على القاسه وعلى هذا انه كنشوفوا هذه العمليه شبه مسرحيه ديال ما يسمى بسميتو لي كوليغ رويال انه الملك كينزعج كي 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 وكيتقلق والحق ديالو كيكون عمومي الناس كلهم كيشوفوه خصهم يشوفوه علاش لانهم باش يعرفوا انه راه هذيك الدوله ديالهم راه مفلسه راه هذيك الاحزاب ديالهم مفلسه ويخصهم الحمد لله ان ربي عطاهم هذا الملك هذه وهذه الملكيه هذه اللي تجي ديما كتنقدوا من 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 سميتو من, من الرداء ديال الحكمه ديال ديال الناس اللي اختاروا هما امنه تكلمات على ال... على لانترميدياسيون سوسيال تكلمات قبيله على على كيفاش انه كاين اشكال ديال الاستقرار انه ملي الملكيه كت 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 كتهاجم الوسط الاجتماعي سميتو الله يمديها حتى حتى الصحف الى اخره الملك بحاجه الى الى ان تكون هذه المؤسسه ضعيفه هي في الذهن ديالها باش ديما تبين انها راه الا ما كانتش هي راه النظام ما يمكنش وبالتالي يمكنش يكون يمكنش يكون استقرار هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى انه اذا كنت دابا آه هذا واحد النقاش كان عندي الله يرحمه مع سي عبد الرحيم الحجوجي اللي كان اللي كان كينتقد الاحزاب وكنت قلت له المساله الاتيه قلت له دابا تصور شاب تخرج من سيونس أوف باريس ولا تخرج من هارفارد في أمريكا ولا تخرج من شي من جامعه من المغرب وهذا الشاب هذا عنده كفاءات كبيره الى اخره وهذا الشاب هذا الحلم ديالو انه يخدم في الشان العام هذا الشاب هذا باغي يخدم في شي خدمه ديال لا فونكسيون اللي غادي يخدم فيها بلادو اذا كان اذا كان باغي يكون في واحد الموقع اللي غادي يجعل ان القرارات ديالو غادي يكون عندها وقع على تدبير البلاد ما غاديش يمشي الحزب غادي يمشي تقرب لشي حاجه اللي قريبه من الملكيه لانه غادي يكون منطقي غادي يقول فين غادي نقدر غادي نمشي ندخل الداخليه غادي نمشي ندخل نقلب كيفاش ندخل في شي شركه الملك غادي غادي نمشي نحاول ندخل في واحد البلاصه هادشي ماشي بالمنطق الرشوه ماشي بمنطق تمخزاني هذا بالمنطق ديال بغيت ملي بغيت انا نكون في نكون في داخل الصيانه ديال السياسات العموميه اللي غادي تخدم بلادي فبالتالي الكفاءات ما غاديش تمشي للاحزاب لأن الحزب انت ما عاطيهاش الأدوات ديال 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 الحكامة الحقيقية، شكون اللي غادي يمشيولك الحزب قليل نادرا ماشي ما كيمشيوش الناس اللي عندهم كفاءات راه لها ولكن نادرا ما في البلدان الديمقراطية الولوج إلى السلطة يقتضي العبور عبر عبر الأحزاب فبالتالي كيمشيو الطاقات الكفء اللي كاينين في البلاد كيدخلوا من هذاك سميتو من هذاك المعبر ديال 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 الحزب تعطي احزاب اللي عندها واحد المتانه فكريه واحد واحد المتانه تدبيري ولكن هادشي ماشي صالح الملكيه لان الملكيه بحاجه ان الناس يقولوا الوزير الاول مفلس ان الوزراء مفلسين ان هذه ان هذه وخطره خطره كتكون واحد الجدبه ديال ديال الملكيه والناس كيقولوا الحمد لله بعدا سيدنا راه حضي هادشي وخطره خطره ولكن شي الناس اللي خصهم يعرفوا وهادشي راه ماشي هادشي راه ماشي استثنائي بالعكس هادشي راه هيكلي سي سي بوليتيك ستغكتوريل ان هادشي ديال 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 هاد الصديقه الملكيه وهاد لي كوليغ راه داخل في سياسه ماشي غير خطره خطره تتوقع شي حاجه وكيوقع وكي التدخل لا هما بحاجه انهم يبينوا انه انه فاشله حتى الدوله وبالخصوص الاحزاب خلاص ما نهضروش عليها ان الاحزاب ان الاحزاب فاشله شكرا شكرا بوبكر هو تتما اللي قال بوبكر هو كاين واحد المساله هو باش شن... هذا الوضع اللي 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 هضر عليه بوبكر اللي كيبينو اكثر هو كيفاش انتقلنا في علاقه ال... الاحزاب بالملكيه من واحد المرحله اللي كانت الملكيه أ... كت... كتخدم في, في الصراع ال... البيني بين الاحزاب من اجل اقامه واحد التوازن معين مثلا فاش دينا ال... لا... 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 الاستقلال كانت النخب ديال حزب الاستقلال وحتى الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه من بعد هي نخب مدنيه بالدرجه الاولى ولذلك هو خلق الحركة الشعبية كحزب ديال البادية وكانت كذلك عوتا هي نخب قومية وخلق حزب عفوا خلق حزب اللي كينتج واحد الخطاب امازيغي في ديك المرحلة ولكن الواجهة ديالو كانت هي واجهة اللي بغينا نقولوا ليبرالية الليبراليه بين الاف الاقواس طبعا ديال جبهه الدفاع المؤسسة المؤسسات الدستوريه، ثم من بعد فاش غتظهر فاش غادي يظهر اليسار بقوه بي سواء بتعبيراته الاصلاحيه ولا البلانكيه ولا الماركسيه اللينينيه، غادي يجي التوازن الاخر عن طريق الـ الاسلام السياسي ولكن الواجهه ديالو هي الاحرار والاتحاد الدستوري يعني ديك الواجهه اللي هي كتشبه الواجهه ديال جبهه الدفاع على المؤسسه الدستوريه ولكن حنا وصلنا الان لهاد المرحله اللي كيتكلم عليها بقد اللي اصلا هو ما مضطرش حاليا يخلق توازن بين التنظيمات اللي كاينه في الساحه لانها كلها 80% كلها تابعه وواحد 21 اللي باقا اللي ممكن نعتبروها مستقله عن الدوله ما عندهاش قوه لا قوه ميدانيه ولا قوه تنظيميه ولا قوه ولا وحتى تراجعت القدرات ديالها على استقرار لعوامل اخرى الوقت كي دامنا بقينا نص ساعه نمشي عند فؤاد في الموضوع كنا بدينا قبيله في الاخبار ونبغي نرجعوا ليه هو قضيه الصحراء اللي هذه القضيه دي اللي اللي رهنت البلاد لسنوات طويلة بغيت خصوصا انه ديما الملكية في المغرب كانت تعتبر بان هي الموحدة ديال البلاد سواء ملي اللي كانت مازال كتسمى الايالة الشريفة ولا حتى في الدول المتعاقبة ولا حتى اليوم بعد بعد 56 ديما انه الملك هو موحد البلاد ورغم اننا مازال عندنا مشكل في الصحراء ومشكل حتى في مناطق اخرى هذا موضوع خور ثاني، ماشي وقته يحتاج المؤرخين ويحتاج لجوانب قانونيه اخرى، علاقه التدبير ديال الملكيه لملف الصحراء في ابعاده السياسيه في بعده المرتبط بالمشروعيه كذلك في بعده المرتبط بالجوانب الاقتصاديه والتكلفة النزاع حول الصحراء وتدبير الملكية لهذا الملف شكرا كنظن بان غادي يكون ضروري انني نركز بزاف الجواب باش يبقى لنا الوقت باش نتذكروا على الاول والاخر من الموضوع الاساسي انا في تقديري هو ان قضيه الصحراء كانت اعتبرت ركيزة جوهرية لاستعادة شرعية الملكية بعد ما كانت هذه الشرعية هذه تهزات بفعل الإيديولوجيات بفعل الحركات الثورية في العالم بفعل الانقلابات بفعل الصورة المهلهلة ديال ديال الملكية والنخب ديالها في بداية السبعينات فجاء مشروع اللي يعني انطلق في الصيف ديال 74 ديال ما سمي القضية الوطنية والمسلسل الديمقراطي اللي الدولة الحسن الثاني غادي يبني فيها طرح جديد وهنا غادي يتمكن انه يهيمن بشكل كبير جدا اما يعني القوى السياسية غادي تكون قابلة انها تكون تابعة وخاضعة له واما غادي يطحن التغبار الاعتقالات الاحكام ديال الجهلاء الى اخره و ابتداء من 74 غادي يوضح الحسن الثاني بانه ما كيقبلش ان يكون جدال في التدبير ديالو للامور هو كيحط السياسه ومن بعد الاخرين كيخصهم يمشي باش يدافعوا على السياسه ديالو ونهار كيغير وهذا هو كنظن المعطى الاساسي الفرق ما بين الحسن الثاني ومحمد السادس هو ان الحسن الثاني كان عنده حركيه استراتيجيه كيمكن له يغير بدا النهار الاول كيقول اودي الصحراء ديالنا وغادي نسترجعوا المسيره الخطره من بعد ولا كيقول غادي نسترجعوها بالمفاوضات من بعد قبل التقاسم مع موريتانيا من بعد ملي من موريتانيا قالت انا كنسلم الجزء ديالي الجمهوريه الصحراويه استرجعوا اعتبر بان عنده حق الشفعه ما دام موريتانيا ما باغياه من بعد غادي يقبل المبدا ديال ديال الاستفتاء في ال 81 من بعد غادي يدخل في مفاوضات مباشره مع البوليزاريو غادي يقبل المسلسل الأمامي واستفتاء ديال تقرير المصير في 89 ووقف اطلاق النار يعني كانت حركيه اللي كيبان بان كان فيها قدره على التغيير. محمد السادس نهار خدا السلطه كان بالامكان انه يقول بون هذا الارث ديال الاب ديالي انا الان انسان جديد كان باين بانه قضيه الصحراء هي الهلاك ديال المغرب وديال المنطقه عموما ما حدنا كنكبو الاساسي في الامكانيات ديالنا في التسلح في الارشاء ديال الدول في الارشاء ديال النخاب في الارشاء ديال الصحراويين في الـ الـ كل بدخل مرتبط بهذه القضيه هذه للاسف ان محمد السادس ما خلى النخب تحمل المسؤوليه ديال المواجهه والتنافس في الحلول الممكنه والتقارب مع بعضها ما خدا هو مبادرات اللي يمكن لها تكون حاسمه من اجل اخراج المنطقه من من يعني الورطه اللي هي فيها طبعا كان تقدم مهم في 2007 ملي قبل مبدا ديال الاستقلال الذاتي الواسع للصحراويين ولكن للاسف ما تمش تفعيل ما تمش تفاوض جدي وما تمش يعني التقدم لان اللي محتاجينه ماشي هو ان تكون خطوات هو ان تكون حلول اللي نهائيه وباش تكون نهائيه خاصها تكون مقبوله من طرف كافه الاطراف ومن المنتظم الدولي وبالتالي كتماشى مع المشروعيه الدوليه الاحتكار ديال قضيه الصحراء انا جاي في تقديري من وهم ديال انها هي مساله مقدسه او مساله مصيريه الشعارات اللي كبروا بها اجيال ديال المغاربه ديال انه لن نسلم في ذره رمل واحده من صحرائنا المقدسه وغيرها من الشعارات وجاي من من غياب الحنكه والقدره ديال الاستشراف عند النخب الحاكمه في المغرب اليوم هذا هو اللي محتاجين ماشي فقط نوصلوا للحل النهائي بل على الاقل في هذه المرحله هذه نوقفوا التصعيد اللي كاين اللي ادى اللي يعني الدخول ديال التطبيع مع اسرائيل والاتفاقات العسكريه معها اللي ادى للكارثة ديال بيغاسوس والتجسس على العالم كله اللي ادى للتشنج اللي, اللي احنا فيه واللي طبعا العسكريات الجزائريه كتستغلوا باش يكون عندها العدو الخارجي اللي اللي كيمكن لها تركز عليه كنظن اهم خلاصه هو ان في السياسه ما كانش القداسه قضيه الصحراء او الملكيه ليس ليس مسالتين مقدستين كيخص النقاش كيخص التواضح كيخص نكونوا على بينه من التبعات ومن الاحتمالات ومن الامكانات ديال التقدم وكيخص يكون اولا تنافس ما بين الاراء ثم توافق على الحلول باش يمكننا لنا اخيرا نتقدموا نحو التنميه شاملة ديال البلاد وديال المنطقه شكرا شكرا فؤاد غادي ندوز الان اسئله مباشره لانه يبقى عندنا الوقت امنا تم تقديم النظام الملكي في حلتي الجديده بقات جديده بعد 20 عام مع محمد السادس بانه هو مناصر الحداثه للمرأة مدونه الاسره المشروع الحداثي الديمقراطي حمايه الاقليات وحتى في الصحافه الدوليه كان واحد لا بغينا نقول واحد الطاباج كبير على هذا الصوره كيفاش كتشوف أمنة الملكيه وحمايه المراه والاقليات <applause> التاريخ ديال النضال ديال الحركه النسائيه في المغرب ما كيبينش باللي كانت واحد واحد العلاقه ايجابيه مع ولا واحد التفاعل ايجابي الا في لحظات مع, مع النضالات والمطالب ديال الحركه النسائيه الا في لحظات اللي النظام كيبغي يستعمل الصوره ديالو ك حامل واحد الدور واحد صورة ديال التحكيم واللي كيدير لنا كيرسم لنا واحد الصوره ديال ديال التقاطب في المجتمع ما بين واحد المجموعه اللي ب بحريات و والمساواة ما بين النساء والرجال وكذا واللي هما كيطمحوا بواحد المجتمع اللي كيشبه اللي كيشبه المجتمعات الاوروبيه واللي باغيين يوصلوا بحال داكشي اللي اللي كاين في اوروبا ومن جهه اخرى واحد الجزء اخر ديال 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 المجتمع اللي هو محافظ ويرفض كل ما هو تقدم في حقوق ديال 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 النساء سواء اقتصادية الارث الى اخره وغيره وكيجي باش كيلعب لنا هذاك الدور هذا ديال انه حنا هنايا باش كنديروا داك التحكيم ما نساوش بلي في الوقت اللي تم تقديم ديال العريضة من أجل تغيير ديال مدونة الأحوال الشخصية أنا من طرف اتحاد العمل النسائي قال لهم المالك باللي هذا شيء الغلاف ديال الشأن الديني مدونة الأحوال الشخصية عندها علاقة بالشأن الديني والشأن الديني هو ليس من اختصاص أي أحد بل هو من اختصاص ديالي أنا وشكل شكل مجموعات اللي فيها علماء وكذا وهذا اللي باش باش يديروا مقترح مع اقصاء ديال 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 الحركه النسائيه دونك هذا كيقدر يعطينا واحد الفكره على العلاقه ديال, ديال 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 الملكيه مع مع هاد المواضيع هذه وكيفاش كتخيطيها الان اللي كنشوفوه هو انه كاين واحد الاستخدام ديال الاجساد ديال النساء والاجساد ديال النساء كاجساد سياسيه الاستخدام ديالها من اجل الانتقام من مجموعه ديال صحفيين ومعارضين الى اخره دونك احيانا استخدامهم كضحيات ولا استخدامهم كمتورطات في الخيانه الزوجيه او كمتورطات في, الـ في, الـ في الـ في ما يسمى بالفساد او العلاقات غير الشرعيه وخارج اطار الزواج دونك كيف ما كان الحال راه كيكون الاستخدام ديال الاجساد ديال كيتسمى استخدام ديال الاجساد ديال النساء سواء تم وضع هذاك الجسد كضحية ضحيه ولا تم الاستخدام ديالو ك كمتورط وللاسف هادشي كينتج عليه كينتج عليه واحد النزع الشرعية من عند النساء اللي تيناضلوا ضد ثقافه الاغتصاب اللي تيناضلوا من اجل باش ان التعامل مع قضايا الاغتصاب تكون تكون بجديه وكيشكك اكثر واحد كيتضرر هو الضحايا الحقيقيات والضحايا الحقيقيين كيتم كي التشكيك في مدى الصدقيه ديالهم ودائما تولي هذيك التهمه ديال عندك كيكون حال كيف شفنا في القضيه ديال ديال اتفاق 20 بحال كيف شفنا في القضيه ديال سليمان الرسوني بحال كيف شفنا في القضيه ديال ديال عمر الراضي عندك يكونوا كي يتم استخدامهم من اجل من اجل الانتقام هذا الشيء كيخلق واحد لا كونفيوجون اللي غير صحية نهائيا من اجل البناء ومن اجل تحسين ديال 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 الواقع ديال النساء والاقليات الضحيات وضحايا العنف الذكوري هذه من ناحيه من ناحيه اخرى ما نساوش بان زعما للأسف القضاء المغربي معروف على انه لا ياخذ على محمل الجد القضايا ديال 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 العنف الجنسي وبان عندنا واحد المقاربه جنائيه اللي زعما فيها فيها بزاف بزاف ما يتقال ولكن كان كنجيو بحال هاد القضايا وكنشوفوا هاد الاستخدام الفج ديال هاد ال... ديال هاد ديال القضايا هادي ولكن ما كنظنش بانه بانه كان شي تاباج ميدياتيك ديال ديال خارج على الاطار ديال الاماتوريزم اللي فيه ديال الانتقام وديال وديال التشهير الى اخره فبالتالي هذاك الشيء ما كنظنش بانه حظى بمصداقيه كبيره دونك هذا الشيء اللي اللي في هذا الموضوع هذا باختصار انا اللي بغيت نركز عليه الان هو كيفاش الاجهزه عن طريق بزاف ديال الوسائل كتستهدف المغاربه بما فيهم النساء في واحد الحرب كاسمها حرب هي حرب الكترونيه لان داكشي اللي كيتسم الاستثمار ديالو فيها وداك ل داك ل من ناحيه ديال الوقت ولا من ناحيه ديال, ديال 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 الفلوس اللي ما, ما, ما عندناش فكره عليهم بالضبط راه خطير جدا كانت تكلموا على تجسس على الهواتف وعلى الحواسيب ديال ديال المعارضين الهجوم الذكي على مبادرات ديال الصحافه المواطنه بحال ما مفكينش مثلا باستعمال برمجيات ديال التجسس كنشوفو البورن ريفانج يعني الاختراق ديال ديال الحميميه ديال ديال الناس وديال العوارات ديالهم اللي هي البيوت ديالهم ولا الاماكن ديال العمل ديالهم بكاميرات ديال ديال التجسس بهدف ولا حتى في لي بهدف انه من بعد تخرجوا لنا دي فيديو اللي فيهم فيهم بزاف ديال لو مونتاج وديال لا عندنا اعلام ديال التشهير والصحافه الالكترونيه وقنوات اليوتيوب وغيرها عندنا الاستثمار المهول في الترول فارم اللي الرعب والارهاب الصفوف ماشي غير دابا ماشي غير المعارضين اللي يتم الاستهداف ديالهم ولكن كاع المغاربه اللي كي اللي كيتاخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي ومن منصات التعبير وفضاءات التحرريه واحد الفضاءات باش يعبروا فيها على الاراء ديالهم مع شنو كيهمهم وكذا حتى هما تيتم الرعب والارهاب فيهم وفي الفرض ديال واحد واحد ناراتيف واحد الخطاب مهيمين مبني على عناصر القداسه اللي تكلم عليها قبيله فؤاد عبد المؤمن التخوين ثقافه الاغتصاب اطوغي ا هاد هذا الشيء هذا كامل عامر بال, بال يعني لو شنو شنو هو لو كونتونيو ديال ديال هاد لي هادو كاملين كنلقاوه كيتقاطع بشكل عجيب في الـ في الـ في لوبجيكتيفيكاسيون لا سيكسواليزاسيون تاع ديال, ديال ديال ديال, ديال, اي شخص واي اي جسد وخصوصا الاجساد ديال 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 النساء الثقافه ديال الاغتصاب التهديد بالقرعه التهديد بالاغتصاب التهديد بالقتل كاين اللي تتم تهديد ديالو بالتدويب فلاسيد كاين اللي تم تهديد ديالو انه غادي يتعرض للاختفاء القسري كاين اللي تعرضت اللي توصلت في فيديوهات ديال التهديد ديال انه غادي تذبح من الوالد واريد اذا هذا الشيء هذا كامل يعني ما يمكنش انه يخلي ان ان ديال ان الدوله راه تحمي الاقليات وتدفع عليهم تكون عنده مصداقيه ايضا كنشوفوا بلي في التقارير ديال 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 المنظمات حقوقيه وديال 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 دي ديز امباساد بحال الامباساد ديال الدنمارك على الوضعيه ديال الحقوق ديال الاقليات كنشوفوا بلي في الحوار ملي كيسولوا وزير الخارجيه على الـ على 489 وكذا كيقول لهم بلي راه الدوله تتدخل فقط من اجل ملي كيكون المس بالـ بالـ بالسلم الاجتماعي وراه هذاك القوانين اللي هي تمييزيه راه يتم استخدامها فقط من اجل حمايه هذوك الفئات من الشعب ويتم تصوير النساء والاقليات الجنسيه كانهم جزء والشعب جزء وباللي راه واحد الصراع بيناتهم بزوج وبان يجب حمايه النساء والاقليات من الرجال المغاربه المتوحشين والمجتمع المغربي المتوحش واللي ما شنو شنو غادي يدير لهم وكان الدوله ما عندها حتى شي مسؤوليه في هذا الشيء هذا وكانه ما كاينش الاعتقالات بهذا الفصول هذه وكانه ما كاينش ديال 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 التصحيح ديال هاد الـ آه الـ القوانين هادي لانها مازال كيستخدموها وكي وكيخدموا بها في الوقت اللي بغاو آه وكانه ما كاينش عندنا آه تقارير و و و وشهادات وافادات ديال الناس معنيين بتعرضهم للابتزاز وبتعرضهم العنف مخافر الشرطه وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقولو هذا الشيء شهادات ديال 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 الناس دي زاكتيفيست اللي كيخدموا على هاد على هاد القضايا هادي فهذا الشيء هذا كامل ما ما تيعطيش حتى شي ادنى مصداقيه لهاد لهذا لو ناراتيف وغير زعما غير اللي بغيت هادشي غير اللي بغيت تسيق غير اللي بغيت تسيق بان راه الدوله تتحمي النساء والاقليات الدوله كتستخدم النساء والاقليات الدوله من, من صالحها امنا 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 غنضطر وقفك لانه واخا جمله و... جمله لانه باقي لنا خمسه دقائق أخي يلا جمله من صالحها تبقى لها شاشه من صالحها تبقى عندنا فئات اه اه لي كتعيش الهشاشه والتمييز لان هذا البؤس هذا يتم استثماره والاستخدام ديالو شكرا شكرا الاخير آه غادي يكون موزع بين بوبكر وفؤاد يدخل اي واحد ويكمل اي واحد اللي آه مرتبط بالملكيه والاقتصاد لان التدخل الملكي في الاقتصاد يتم التقديم ديالو على اساس هو انه تدخل ايجابي لصالح الاقتصاد آه الوطني وانه يكون عندنا واحد فاعل كبير في الاقتصاد في حين انه آه كاين اللي كيشوف بانه المساله دي فيها زواج السلطه والثروه وكاين اللي كيمشي ابعد من ذلك يعتبر بانه التدخل هو نوع من الافتراسيه بوبكر تفضل وإذا كان فؤاد عنده شي إضافة كان أعتقد الموضوع خصنا نشوفوه من 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 جوج ديال الزوايا الزاوية الأولى هي المؤسسة الملكية أو الملك كصاحب القرار في اتخاذ قرارات في المجال العمومي بمعنى آخر عبر عبر الدولة باستعمال الموارد ديال الدولة الشق الثاني هو الملك كمتدخل في الخواص في سوق الخواص الشق الاول شنو هو الاشكال؟ الاشكال هو انه بما احنا دابا احنا كنعتقد اننا متفقين انه كاين هناك عدم مساءله الملكيه فبالتالي الملكيه لا تسال على قراراتها داكور بمعنى اخر بمعنى اخر انه هادشي هضرنا عليه مرارا وتكرارا ملي 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 الملكيه تدعم سياسه من السياسات الاقتصاديه لا يتم نقاش هذيك السياسه الهضره سالت ملي كيجي كي الملك كيقول لك خصنا تي جي في سالات الهضره ما كاينش ما غاديش ندلسو الاشكال في هذه القضيه هذه هو اننا تنفيو مزيه من المزايا الكبرى ديال التدبير العام اللي شنا هي هي اتخاذ بعين الاعتبار واحد المفهوم اقتصادي اللي هو هو بسيط ومهم ولو ان الاسم ديالو شويه معقد هي تكلفه الفرصه البديله لو كود اوبورتونيتي بمعنى ملي كيجي كي اي واحد كيتاخذ واحد القرار ديال الاستثمار كيستثمر في واحد المساله لانه قرر ان هذيك هذاك الاستثمار في هذيك المساله احسن من الاستثمار في في في, مجالات اخرى الانسان ملي كيجي يشري دار بالنسبه ليه يشري دار احسن راه فكر واش يشري طونوبيل ولا يمشي في يمشي علا ولا هذه ولا هذه كيقول كيفكر في جميع هذه البدائل كيقول لي احسن لي نشري دار علاش الديمقراطيه عندها واحد المزيه كبيره بالنسبه لتدبير الاقتصاد لان الديمقراطيه في العمق ديالها ما بين ما بين المسائل المؤسسه ديال الديمقراطيه هو النقاش ديال ديال قانون المالية شنو هو نقاش قانون الماليه؟ نقاش قانون الماليه هي مسألة تكلفه الفرصه البديله هي كانت الفلوس ديال ديال ديال, ديال, ديال المغاربه كيمشيو كيمشيو عبر بالخصوص عبر الضرائب كتوصلها اصحاب القرار اللي هما كاينين في البرلمان والناس اللي في البرلمان كل واحد كيدافع على واحد القضيه واحد كيقول لك انا خصني كران هنا الاخر كيقول لك خصني سبيطار هنا وكيوقع نقاش كيوقع تضارب ديال المصالح اللي هو خصو يكون عمومي لانه في اخر المطاف هادشي خصو يصب في اتجاه ديال 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 ديال, ديال سميتو ديال ديال الشان العام ومن بعد تيتخذ واحد القرار اللي هو مبني على الصيروره هذه مبني على هاد على هاد الميكانيزمات ديال ديال النقاش وديال التداول وديال وديال وديال, وديال تضارب المصالح فبالتالي ملي كيوقع القرار على واحد الاستثمار كنعرفوا انه على الاقل كان واحد النقاش لبغينا كي نقولوا كي كان بردو بحال بحال قلنا ذاك القرار بحال الموس تات بردو ملي كيوصل كي كيوصل ملي كيكون كي عندك واحد السيد اللي هو شبه مقدس اللي الكلام ديالو لا يعي عليه وكيجي كي كيقول لك كي انا خصني تي جي في انت خصك سبيطار في رودان ما عندي ما ندير لك انا بغيت تي جي في سالت الهضره بمعنى اخر انه استعمال المال العام لا يكون ناجعا وبهذا السلطويه الملكيه تضر الاقتصاد المغربي من هاد من هاد المنحه يمكن ان يصيب مره مره حنا ما كنقولوش راه خطره خطره يصيب ولكن وهذه هي المزيه ديال الديمقراطيه البلدان السلطويه هو انه بروبابيليستيكمون من ناحيه ديال الاحتماليه هو انه ملي المساله تتكرر 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 انه الفرص باش القرارات تكون ناجعه في الديمقراطيه هي فرص اكثر من الفرص ان القرارات تكون ناجعه في اطار في اطار سلطوي بناء على هذا المنطق اللي عاد تكلمت عليه دابا هذه من جهه من جهه اخرى مسألة ديال ديال الخوف في شوف دقيقه ابو في دقيقه داكور في رابيدم المساله ديال الخواص شنو هي المساله ديال الخواص هو انه ملي كتقول دابا هادشي هما كيبرحوا به كيقول كي لك حنا عندنا اقتصاد السوق وعندنا حنا ما عمر كان عندنا اقتصاد السوق حنا كان عندنا اقتصاد ديال ديال سميتو ديال الدوله دابا عندنا عندنا اقتصاد اقتصاد اللي هو اقتصاد افتراسي بمعنى اخر شنو هو اقتصاد فيه. هو اقتصاد المافيا شنو هو اقتصاد المافيا اقتصاد المافيا هي العرض والطلب ولكن ما كاين مؤسسات الارض والطلب ولكن شكون اللي كيربح؟ كيربح ديما اللي 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 محتكر على السلطه السياسيه ملي كيدخل اللعبه ديال ديال الخواص كيدخل لك واحد السيد اللي هو من باب الدستور واحد السيد عنده البوليس وعنده العسكر وعنده هذا دير انت راسك في بلاصه هذاك اللي غادي اللي غادي غادي تنافس معاه في, 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 الاعمال واش غد هذاك اللي كيتنافس واش غادي يقول انا نمشي هذا نتنافس مع ما يعجبوش الحال اللي صيفط لي الضرائب ولا صيفط لي كاع البوليس يدير لي هذا امن راه عاد دابا هضرت لينا على كيفاش كيستعملوا الوسائل ديال 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 التجسس باش باش يهتكوا اعراض عباد الله ويشوهوا بي قال انا ماني على هذا القرار انا مشيت راسو ما خصني صداع وبالتالي اش كدير ملي من ملي كيولي كي عندك هذا الوضع معناه انه تتقوم بواحد العمليه اللي خطيره جدا هي انه يتم اقصاء الطاقات الخلاقه زعما الناس دابا اللي كيامنوا باقتصاد السوق علاش كيامنوا باقتصاد السوق؟ كيامنوا باقتصاد السوق كي اللي كيقول لك على الاقل اقتصاد السوق كيعبي الطاقة الطاقات الخلاقه ديال البلاد انه كنجيب هذوك الشبان والناس اللي عندهم افكار واللي عندهم هذا هذا دا. كنجيبهم كيبقاو يتنافسوا وهذيك المنافسه راه كيخرج المزيان سميتو كيخرج شنو العام يحفظ بهذيك المنافسه انت ملي كتدخل هذا العامل هذا ديال ديال واحد المؤسسه اللي هي اللي هي فوق كل شيء وما يمكنش الانسان ما يمكنش يتنافس معها عند الدوله وعند عند عند عند, عند, ال, عند الوسائل ديال ديال الضغط عبر الدوله الى اخره اش تدير تتبتر من هذه من هذه المنظومه الفكريه ديالك ديال 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 ديال, ديال, اهم محرك ديال اللي هو المحرك ديال التنافسيه الحقيقيه باش كتولي كتولي احنا الحاله اللي احنا فيه اليوم هو انه عندنا واحد المجال الخواص اللي هو كيقولوا مهم اللي هو ضعيف جدا وما كيجعلناش ان ان يوضع المغرب واحد التنافسيه دوليه اللي تجعل ان المغرب يزيد لقدام شكرا بوبكر فؤاد كاين شي اضافه وي كنظن بان بالاضافه لهذا اللي قالوا بوبكر كاين مشكل ديال الثروه ديال الملك وكاين مشكل ديال الرشوه الثروه ديال الملك كتخلق معضله لانه عنده موقع ماشي غير حاسم احتكاري في مجموعه من القطاعات وكنعرفوا بان عمليا الاساسي في المواقع الاستراتيجيه في الدوله وفي المؤسسات ديالها كيعينهم الملك بمعنى ان هذاك اللي مكلفو الملك انه يدبر الثروه الشخصيه ديالو هو اللي كيكون حاسم في التعيين ديال اه المدير العام ديال السي وديال القرض الشعبي وديال القرض الفلاحي وديال الديوانه وديال الضرائب وديال السي بمعنى ان مستحيل ان هاد الناس هادو يكون عندهم اه موقع ديال الحياد كيقول لك انا اللي كيعينني كي واللي كيقيم العمل ديالي واللي كيرضى عليا او اللي كيسخط عليا وبالتالي صاحب نعمتي كيرجعونا للقرون الوسطى ما كيخليوناش ندوزو للحداثه العنصر الثاني هو كيفاش يعني وصلنا هاد آه العامين هادي المستوى اللي ما عمرنا ما كنا واصلينه من قبل دائما كنا كنقولوا الرشوه بنيويه وعامه في المغرب بنيويه بمعنى انها جزء من البنيه اي انها اختيار سياسي ولكن هذا الاختيار السياسي كان ممكن دائما الناس ديال يقول لك ولا وراه هذا الشيء كتبالغوا في التقييم ديالكم القرار ديال الديوان الملكي انه يوقف القرار المقرر القضائي ديال مجلس المنافسه اللي كيحكم على الشركه البتروليه انها تدي دائره واللي كان غادي يعين اخنوش بانه يعني كي يشفر من ديال المغاربه ووقفوا البيان ديال الديوان الملكي من جوية 2020 الى الان كان ديك الساعه متهم انه هو وصحابه لي شفرو شفروا 18 مليار ديال الدرهم المغاربة الان التقديرات كتقول باننا وصلنا تقريبا ل 40 مليار ومازال العطيك يعطي مازال هذاك التوافق على الاثمان قائم ما بين هاد العاملين ومن قبل كان ممكن يتم التوافق، الان عندنا بلاغ ديال الديوان الملكي اللي كيقول لك اياه انا كنوقف القضاء وكنحمي هاد الناس هادو اللي جالسين كيشفروا، هذا انا كنظن بانه مغامره خطيره جدا بالصوره ديال التقدم نحو دول المؤسسات اللي كانت الدوله المغربيه كتحاول انها تعطيها واللي يعني ما كان فهمش كيفاش الاستراتيجيين ديال الدوله المغربيه قابلين انهم يدخلوا في هذا النوع ديال المراهنات شكرا واخا بوبكر نصف دقيقه بوبكر لا بعجاله غير باش نتمم هذا اللي اللي قال فؤاد هو انه كاين واحد الجانب اللي هو وقع سياسي على من المنظور السلطوي ان ان انه هذه الافتراس اللي هي جديده الحسن الثاني فعلا الحسن الثاني خذا في 1980 ولكن ما عمر الحسن الثاني موصل وصل لهذا المستوى هذا ديال ديال السطو وديال وديال التحكم في الـ في, الـ في الاقتصاد ديال ديال الخواص هذا هادشي, هادشي ما عمرو كان في في هذه في العصور الحديثه في في المغرب خصنا نذكروا بواحد المساله هو انه محمد السادس ورجال الاعمال ديالو واحد الوقيته هو كان شركة ديال الملك كانت مسا... اكبر مساهم في بغاتي دي ماروك اللي هي كتنتج الخمر انا شي ماشي من باب الدين ولا من باب الشريعه انا غير من باب طويلة راه امنه هضرات على انه يستعمل المجال الديني اللي تحكم في البلاد ما يمكنش انت لي قانون الى مغربي تفرحت فم ريحه الشراب ضربوا ست شهور الحبس وانت تتمتلك واحد الشركه اللي كتصنع الشراب هذه راه فيها ان ثاني شيء الميسير كيقولوا حرام وممنوع الى اخره مازاكان كان المساهمين ديالها كانت شركه ديال ديال الملك فدابا حتى من المنظور ديال ديال الاستقرار حتى من دابا من المنظور السلطوي انه هاد الافتراسيه هادي راه كتمز كتمس بالمسائل بال 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 اللي هي اساسيه ديال ديال سميتو ديال ديال ديال, ديال ليجيتيميتي ديال الشرعيه ديال ديال الملكيه واخيرا كاين مساله اخرى هما كيضلوا يتهموا عباد الله بالخيانه العظمى وفي بلادات كيخدموا كي مع البلدان الاجنبيه الى اخره ندخلوا كنشوفوا ان الملك مع مشارك مشارك مع شركات اوروبيه كبرى ماشي مشارك مع الدوله الفرنسيه فهذيك المعمل ديال ديال سميتو ديال ديال اسفي اللي كيولد ال... سميتو الكهرباء راه دخل مع الدوله الفرنسيه دابا الانسان يقدر يتساءل دابا اذا كان مسؤول سياسي كما بغى يكون انه انه سميتو المداخل دياله مبنيه على العلاقه مع واحد الدوله اجنبيه وهو مسؤول سياسي كبير زعما واش عندنا الحق نتسائل وما عندناش الحق نتسائل هذه من المسائل اللي كتجعل انه هذه اللهفه هذه على الـ على الـ على الاعمال راه فيها اشكال ديال هضرنا على الاستقرار هذه هذه راه را مسائل تتمس الاستقرار شكرا بوبكر غادي نضيف دقيقه في اطار تكافؤ الفرص الامنه اذا كان شي حاجه شي ملاحظه ولا شي حاجه نسات ما ما ذكرتهاش اخر انا عندي عندي رساله هو انه حان الوقت باش اننا ناخذوا على محمل الجد الحرب الالكترونيه اللي كديرها الدوله ضدنا وضدنا كمغاربه واللي كتهدد بها الحياه والسلامه والامن ولا سوغينيتي ديال ديال هذا المجتمع هذا اللي الانترنت ولات كتشكل واحد الجزء مهم من الوقت اللي كندوزو في حياتنا خاصنا ناخذوا هاد الشيء على على محمل الجد كاينين الناس اللي كيديو كيدفعوا ثمن كبير الان وكاينين الناس اللي كلنا لان باقي لنا محور خالد اللي هو أم بعد غدا في هذا المحور هذا غادي نتعسف عليكم غنعطيكم دقيقه 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 كل واحد يعطيني كيفاش كيشوف غدا صافي هادشي اللي كاين يلا باش نبداو يمكن يمكن امن لا لانه كان اوكي okay, okay, okay. اوكي واحد تكمل تكمل دي. الملاحظه ديالها وتعطي yeah, وتعطي كيفاش yeah, كتشوف okay, غدا غدا فيها الالكترونيه لان مهمه wow. في المجال هذا <تصفيق> <تصفيق> انا في الحقيقه ما أعرف شنو المقصود بغدا ولكن انا باش نختموا في واحد واحد الشكل اللي هو ايجابي هو انني عندي كل امل وكل امل في الشعب المغربي فانه ي ي ي يقدر يتحرر من من هذا الواقع ديال ديال السلطويه وديال الديكتاتوريه ويتحرر من 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 كل الاشياء اللي كتشدو في التخلف وكتشدو في في البؤس والمعاناه وانه يواجه الناس اللي هما والاطراف والجهات اللي هي كتكون دانيه باش يبقى في الفقر ويبقى في الـ في الـ في الـ ويبقى في الجهل وفي وفي السلطويه فوالا دونك هادشي اللي اللي نقول شكرا كانت مع امنه كنظن بان الدوله المغربيه ما عندها خيار الا انها تدخل الازمنه الحديثه وباش تدخل الازمنه الحديثه كيخصها تخرج من التسلط كيخصها تخرج من القداسه كيخصها تخرج من القمع كيخصها تخرج من الاحتكار أو والافتراس وهذا الشيء ما يمكنلوش يكون وعندنا ملك اللي عنده صلاحيات اولا الهائله اللي, اللي كيمكنلو يعين اللي يبغى وكيمكنلو يدير الاستراتيجيات اللي يبغا وما يتحاسب وما ي... ما يعطي خبار ما والو وفي نفس الان يكون هو الفاعل الاقتصادي الرئيسي في البلاد هذا الشيء الان الاوان باش نفضيو معاه انا كنظن بان كاين امكانيه اننا نراعيو ونحافظوا على الملكيه و العصور للعصور الحديثه الى تم الرفض المرور السلس السلمي السريع الحقيقي الملكيه برلمانية كنظن بان اللي غادي ياخذ هذا القرار هذا كيهدد لان الاجيال الصاعده اليوم ما بقاش كترضى ان يكون شي حد اللي يعني كتعتبر بانه مسؤول على المصير ديالها وبانه ما كيراعيهاش لهاش وبأنه ما كي يخلي لهاش فين الدفع على ذاتها راه كنهدوا هذا الاستقرار اللي كنا كنتكلموا عليه قبيله وما عارفينش اش من مصير غادي تمشي فيه البلاد الا ما خديناش المسؤوليه جماعيا وتوافقيا باش نتقدموا ونزيدوا لقدام ونقضيو على التسلط وعلى القمع وعلى الاحتكار فكر. وانا غادي نتفق مع الشيء اللي قال فؤاد واللي قالت واللي قالت انا غادي نضيف واحد المساله اللي هي بسيطه اللي صراحه هو نداء انا كنطالب غير الاخوات والاخوان اللي كيتسنتوا لينا نتفقوا على واحد المساله واحدة ما غادي نقولوا لا ديمقراطيه لا حقوق الانسان لا حتى شي حاجه كنطالب منهم قضيه واحدة استخدام العقل اشنو استخدام العقل عندنا مؤسسه سياسيه سميتها الملكيه الله يرحم بها الوالدين نطبقوا عليها ما يسمى بتحليل للتكاليف والفوائد إن اناليز كو بينيفيس كتقول لي الاستقرار واخا خويا الاستقرار اشنا هي التكلفه ديال الاستقرار اجي نجبدوها ونكونوا صريحين بها كتقول لي الملك خصو يدخل في الاقتصاد اشنا هي الكو بينيفيس ديال غير نبداو غير بها غير الله ينبا الوالدين نستخدموا العقل ديالنا في النجاعه ديال هذه دي المؤسسه وكنعتقد الا بدينا الا جرينا هذا الخير هذا وكنا مقلانين غادي 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 نكونوا وافيين للتشبث ديالنا لهذيك البلاد وغادي نكونوا وافيين للتشبث ل... ل... ديالنا بمستقبل آه... وليداتنا أه شكرا لكم انا غنزيد كلمه واحده هو انه هادشي هو اللي وقع في العالم كامل كيبين باننا دخلنا في الحقبه ديال ما بعد الحقيقه حتى حاجه مضمونه وبالتالي اخطر خطاب اللي كنتجو هنايا في المغرب او اللي كنت جزء من نخبه المغرب هو خطاب الطمئنان والخطاب ديال التوابيت والخطاب ديال هذه لان العالم ما بقاش فيه توابيت العالم ما بقاش فيه مفتوح على كل اه الاحتمالات وما انه مفتوح على كل الاحتمالات كتبقى الاساس هو المعقول وبدون محاربه الفساد وبدون ارساء نظام ديمقراطي حقيقي تحجم مضمونة في, في في البلاد ولا في اي بلاد اخرى شكرا امنا شكرا فؤاد شكرا بوبكر موعدنا الاسبوع القادم مع مصطفى البرهما الكاتب الوطني لحزب نج ديمقراطي الى اللقاء في الاسبوع القادم